بس ان الموضوع ده مهم جدا خصوصا للكلينيكال فارماسيست زمايلنا اللي شغالين كلينيكال لو شغالين في مكان فيه اطفال او لو حتى كبار السن الجماعه الجيرياتريكس يبلعوا السوليد دوسج فورمز المعروفه القرص او الكبسولات يعني فالموضوع ده مهم جدا يا ريت لو نركز مع بعض ان شاء الله نتكلم على بعض البوينتس البسيطه هنراجع بعض الحاجات البرنسبلز الثيوريتيكال برنسبلز البسيطه الخاصه ببعض الدوسج فورم راجعها سريعا عشان نخش في تفاصيل نظريه زي ما احنا متفقين وهنخش على طول على الاكزامبلز بتاعتنا وعلى الاوفيشال اورال ليكويد فيكلز اللي موجوده في الفارماكوبيا ان شاء الله باذن الله نتكلم على بعض الكونسيدريشنز المهمه بعض الاعتبارات لازم ما نتجاهلهاش ابدا يعني نتكلم على سسبنشن سريعا على الليكويد ايموشن سريعا برضه وهنتكلم على الاوفيشال فيكلز اللي ممكن استخدمها في الاورال ليكويد فورمز وهنتكلم في اخر حاجه خالص على البريبريشنز بتاعتي. خلينا كده اول حاجه نشوف الكونسيدريشنز اللي لازم ناخدها في الاعتبار. انا وارد جدا يبقى عندي الفيزيشن يطلب سيرتن كومباوندد فورمولا لانفنت طفل لسه مولود من ساعة الولادة لحد سن شهر. في بعض النقط المهمة قوي لازم احطها في اعتباري وانا بعمل له كومباوندنج للطفل اللي في السن ده اللي هو الرضيع اللي سنه اقل من شهر. رقم واحد ان انا ما ينفعش لا استخدم الكحولز ولا بريزرفتيفز خالص. ممنوع ان انا استخدم الحاجات ديت لطفل تحت سن سنة تحت سن شهر. تمام؟ هو طبيعي الطفل ما بيبقاش لسه متعود على الايه؟ على الطعم ولا السويتنس ولا الكلام ده مش محتاجه هو الكلام ده خالص. وبالتالي انا لا هحتاج اضيف الوان ولا فليفرز ولا سويتنرز ولا اي حاجه من الكلام ده انا مش محتاجها خالص خالص. برضو عندي الساتوريتد سوليوشنز للشوجر اللي هي الهايبرتونيك سوليوشنز الكلام ده كله ممنوع تماما ولا السوربيتول سوليوشن 70% ولا اي حاجه من الكلام ده خالص. الطفل او الانفنت اللي سنه تحت شهر دايما الجاكي بتاعه بيبقى فيري ديليكت وعرضه لانه يحصل له اي مشاكل يعني للهايبرتونيك سوليوشنز اللي اتكلمنا عليها وبالتالي منعنا تماما استخدام الهايبرتونيك سوليوشنز اللي قلنا عليها ديت. امال استخدم له ايه بقى؟ انا دلوقتي مطلوب للطفل ده احنا تقريبا كل الحاجات اهو قلنا ريستريكشنز كتير هستخدم له ايه؟ حاجه واحده بس اللي ممكن احضر له فيها الفورمولا المطلوبه اللي هو 1% مثيل سيلولوز جيل او سسبنشن فقط 1% 1 جرام مثيل سيلولوز عامل له ديسبيرشن في بيوريفايد ووتر وبستخدمه كفيهيكل للايه؟ للدراج اللي الدكتور عنده، لا هحط بريزرفيتيف ولا هحط سويتنر ولا هحط كلر ولا الكحول ولا اي حاجه من الكلام ده خالص، تمام؟ يبقى الحاجه الوحيده اللي مسموح لي ان انا احضر فيها للانفنت اللي تحت سن شهر هو ال 1% مثيل سيلولوز جيل وبريزرفيتيف فري زي ما اتفقنا. طيب كبر شويه الانفنت ده وبقى شيلدرن. المفروض ان انت بتستخدم يعني حكمتك او يعني بتقدر الموقف زي ما بيقول قدر الموقف، انت عندك طفل صغير يعني عنده شهرين ثلاث شهور غير الطفل اللي عنده ست سنين. وبالتالي انا هبقى عارف برضه يعني انا ممكن مثلا طفل ثلاث شهور انت حاسس ان العمليه ممكن ما تبقاش مستوعبه او ان الميديكال كونديشن بتاعته فيها مشاكل او كده فما استخدمش الكحولز خالص. تمام؟ وكذلك البريزرفتيفز وكذلك الايه؟ الهايبرتونيك سوليوشنز للشوجرز والكلام ده. تمام. ولكن جنرالي انا لو هستخدم الكحول هستخدم فيري ليتل اماونت من الكحول او ما استخدمش خالص زي ما قلنا. البريزرفتيفز ما هياش كونترا اندكيتد ولكن ما مش هستخدمها غير لو انا محتاجها ضروري الفورمولا مش تنفع من غير بريزرفتيف. يبقى في احسن الاحوال او في الظروف الطبيعيه لو عرفت ما استخدمش الكحول ما عرفتش استخدم بريزرفتيف يبقى افضل. لو لازم يبقى اقل كميه من الكحول والبريزرفتيف باللور رينج بتاعه اقل كميه ممكن استخدمها ولو عرفت اتجنبه يكون افضل. طيب عندي بعض الناس اللي عندها بعض الميديكال كونديشنز او الفيسيولوجيكال كونديشنز زي الناس الدايبيتكس. الناس الدايبيتكس هتحتاج تحضر له في اورال ليكويد فورم يكون شوجر فري مفيش فيه شوجر
ولو هو بياخد انتي دايابيتك زي الكلوربروباميد هبقى محتاج اخد بالي ان انا ما اضيفش اي الكحول علشان الدايسل فريم رياكشن اللي بيحصل نتيجه لان الالكحول في بيبتدي يحصل له ميتابوليزم بالالكحول هيدروجينيز فبيتكون الاسيتالدهايد. الاسيتالدهايد ده بيتفاعل مع حاجات كتير ويديني الدايسل فريم رياكشن بيديني رياكشنز فظيعه على المريض مش هيقدر يستحمل. تمام. فده بالنسبه للدايابيتكس ما استخدمش شوجر. ولو هو بياخد انتي دايابيتك زي الكلوربروباميد ما استخدمش اي الكحول. الناس اللي على كيتوجينيك دايت, في ناس بيبقى ماشي سواء عامل كيتوجينيك دايت لسبب طبي او لانه عايز يخس مثلا, وبالتالي هو ممنوع او فيري ريستريكتد انه يستخدم الايه الكربوهيدرات سورسز عموما. فالى جانب ان انا هستخدم شوجر فري فيهيكل المفروض كمان ان انا بعمل حسابي ان ما يبقاش فيه اي كربوهيدرات سورس. يعني مثلا عندك المالتودكسترين زي ما هو قايل لك, او عندك مثلا حاجه زي السوربيتول ده كربوهيدرات ما ينفعش يبقى موجود, او يعني احطه لو انا مش قادر استخدم اي حاجه تانية. وكذلك باقي الحاجات اللي ليها كربوهيدرات نيتشر. يبقى الناس اللي على كيتوجينيك دايت لو انا عايز استخدم سويتنر او ما الى ذلك يعني هستخدم الحاجات السينثيتك زي السكرين والاسبرتام والكلام دوت. طيب الناس اللي معمول لهم نيزو جاستريك تيوبس, طبعا دي حاله في كريتيكال كير يعني مهمه جدا. هو دلوقتي ما بياكلش ما بيتغذاش ما بياكلش يعني ما بينضغش زينا كده, ولكن معمول له انبوبه بتنزل الحاجات على المعده على طول, وبالتالي بياخد كل الغذاء بتاعه وكل الادويه في صوره ليكويد فورم. تمام. فدي برضو كونديشن تبين لي اهميه ان انا اقدر احضر الدواء في ليكويد فورم, مهم قوي. طيب الشخص ده هو اوريدي ما بيستطعمش بلسانه ولا بيشم ولا كلام من ده لان الدواء بينزل او التغذيه بتاعته عموما ومعاها طبعا الدواء بتنزل دايركت على المعده, وبالتالي انا مش محتاج الحاجات اللي زي الفليفرز والسويتنرز والكلام ده. تمام. الناس الالكوهوليكس ناخد بالنا لان علشان موضوع الدايسل فريم رياكشن دوت يعني الكلام ده ما بنقابلوش قوي في مصر. يبقى احنا تاني عندنا الدايابيتكس اخد بالي من استخدام الشوجر والالكحول كاكو سولفنت. الناس اللي على كيتوجينيك دايت اخد بالي من الكربوهيدرات كومبوننت اللي انا بحطها في الفيكل بتاعي. البيشنت اللي على النيزو جاستريك تيوب ابقى عارف كويس ان هو مش محتاج لا سويتنر ولا فليفر ولا كالرز ولا كلام من ده. طيب احنا قلنا ان شاء الله باذن الله هنتكلم في الاورال ليكويد فورمز على يا اما سوليوشن يعني معايا حاجه ديسولفد سوليد بارتكلز, او حتى لو ليكويد اكتيف كونستيتوانت. لو في يا جماعه اي مشكله يا ريت لو تقولوا لي على التليجرام لان انا مش شايف الفيسبوك دلوقتي, وانا مش عايز بس اقطع علشان ما نطولش كتير, مش عايز اقطع الشرح واخش على الكومنتات بتاعت الفيسبوك. خلينا نخلص حته معينه وبعدين نروح للكومنتات. فلو في اي مشكله في اي وقت يا ريت لو تقولوا لي على التليجرام, انا فاتح التليجرام معايا. قلنا الاورال ليكويد يا اما يبقى سوليوشن يا اما سسبنشن يا اما ليكويد امولشن زي ما هنشرح دلوقتي. السوليوشن يعني انا عندي سوليد بارتكلز ديسولفد كومبليتلي في السوليوشن بتاعي او الاكوا سوليوشن. ان احنا زي ما اتفقنا ان حاجات الاورال تبقى مين لي اكوا سوليوشن, يعني انا بستخدم الميه او البيرفايد ووتر. فبالتالي عندي كلير سوليوشن مفيش فيه اي بارتكلز, كلير واضح ترانسبيرنت شايف من وراه كله تمام مفيش اي مشاكل. تمام. دي ابسط حاجه زي ابسط ليكويد فورم, بس ده طبعا ريستريكتد فقط للسوليبل دراجز. دي الحاجات او الدراجز اللي بتدوب في الميه. عندنا تو فورمولاز هنتكلم عليهم لتو سوليبل دراجز اللي هم كلوروهيدريت وسوديوم بنزويت هنتكلم عليهم في الاخر, ولكن في الاول خلينا نتكلم عن الفيهيكل اللي بنستخدمه او المين فيهيكل او الهيستوريك فيهيكل اللي احنا بنستخدمه في السيربس او الاورال ليكويد سوليوشنز, الا وهو الايه؟ السمبل سيرب. سمبل سيرب هو عباره عن ساتوريتد سوليوشن للسكروز في الميه, يعني انا حاطط السكروز بالنسبه اللي يخلي المحلول ساتوريتد, اعلى كميه من السكروز ممكن الميه تاخدها بحطها له اللي هي تركيزها 85% ويت بير فوليوم او 65% معلش انا اسف 85% ويت بير فوليوم او 65% ويت بير ويت زي ما هتشوف بعد شويه. تمام. طبعا المحلول ده هايلي هايبرتونيك. طيب كل حاجه تمام, عظيم جدا, تسلم يا دكتور.
عظيم. هايلي هايبرتونيك زي ما احنا عارفين، اللي قلنا التركيز بتاعه بيبقى 85% ويت بير فوليوم او 65% ويت بير ويت، الاثنين واحد. انت طبعا عارف انت هنا اللتر هيفرق عن الكيلو، لان ما بقاش بقى زي ما هنشوف حتى السبيسيفيك جرافيتي بتاعت السيره في الاخر 1.3، ما بقتش واحد زي الميه يعني. فعلشان كده ال 85% ويت بير فوليوم ده مكافئ ل 65% ويت بير ويت، تمام؟ السبيسيفيك جرافيتي زي ما قلنا 1.3. وكان المره اللي فاتت في الورك شوب بتاعت الكالكوليشنز عرفنا يعني ايه سبيسيفيك جرافيتي. بحضره ازاي؟ هو عباره عن سكروز 85 جرام في بيوريفايد ووتر لحد 100 ملتي، تمام؟ طيب في طريقتين موجودين ان انا احضر بيهم سيمبل سيرب، يا اما احط السكروز بالتركيز بتاعه في البويلنج ووتر واسخن واقلب كويس لحد ما يديسولف كومبليتلي، واخد بالي كويس قوي، ولان انا طبعا بقلب وانا بسخن. ده بالظبط يا جماعه زي الشربات اللي بتعمل في البيت، الشربات اللي بتعمل الحلويات والكلام ده، اخد بالي كويس قوي وانا بعمل القصه دي، ان ممكن لو انا مش مركز او الحراره زادت مني او الكلام دوت او سخنت فتره طويله بيحصل حاجه اسمها كارملايزيشن. كارملايزيشن يعني هبص الاقي الشوجر اتحرق والايه او بدا يتحرق، وبقى المحلول بدل ما هو كلير او يعني هنقول عليه يلوش بسيط قوي، هبص الاقي بقى يتحول لدارك براون. في الحاله دي مش هينفع استخدمه، تمام؟ او مش هيبقى سيمبل سيرم. في بقى طريقه في الناشونال فورمولاري بيقول لك طريقه البركوليشن. طريقه البركوليشن دي باختصار، لو احنا عارفين البركوليتور ده شغال ولا مش شغال، البركوليتور ده يا شباب بيبقى حاجه كده سلندريكال وليها من تحت كده زي صنبور كده، وبحط فيها الحاجات السكروز اهو كباودر، واضيف عليه من فوق البويلنج ووتر، تمام؟ بويلنج ووتر هيبتدي واسيبه فتره معينه واسحب من تحت الايه البركوليت اللي طالع. فدي طريقه ما بستخدمش فيها الهيت فتره طويله، بتبقى احسن كتير وبتحافظ ان يحصل عمليه الايه الكارماليزيشن اللي بتحصل ديت. طبعا زي ما اتفقنا ان السيرب فولي ساتوريتد، وبالتالي فهو سيلف بريزرفنج، صعب ان يحصل فيه اي ميكروبيال كونتامينيشن او مولد جروث او اي حاجه من الكلام ده، تمام؟ ولكن خلينا اخد بالي ان انا لو عملت له دايليوشن لازم اخد بالي ان انا يا اما احفظه في الثلاجه يا اما احط له بقى بريزرفيتيف على قد الدايليوشن اللي انا عملته ده، تمام؟ البريزرفيتيفز اللي ممكن استخدمها عندي الصوديوم بنزويت، ده اشهرهم طبعا وحاجه تاريخيه برضو، البوتاسيوم سوربيت، البارابنز، كل الحاجات دي ممكن استخدمها كبريزرفيتيف. الطبيعي ان انا بلاقي البي اتش بتاع السيمبل سيرب بيتراوح ما بين 4 ل 5، وده بيبقى كومباتيبل مع معظم الميديكامنت اللي هستخدمها معاه، تمام؟ طيب ده كده بالنسبه للسيمبل سيرب تقريبا كلنا عارفينه ومفيش فيه اي مشكله. سسبنشن يعني ايه؟ سسبنشن عباره عن، او المعلق بالعربي، عباره عن انسوليبل دراج، عملت له تريتوريشن وكوميونيوشن، صغرت البارتكلز بتاعته بحيث ان هي بقت ديسبيرسد او هوموجينسلي ديسبيرسد في الليكويد ميديا. يعني انا عندي ادي البيكر بتاعي اهو، تمام؟ عندي ادي الليكويد ميديا اهي، وعندي البارتكلز بتبقى ديسبيرسد هوموجينسلي كده في الايه؟ في السسبنشن بتاعي، ولكنها مش دايبه، وبالتالي في معظم الحالات بلاقيه لون اوبيك، في معظم الحالات بيبقى شبه اللبن او ما الى ذلك. لو سبته شويه بيبتدي البارتكلز يحصل لها سيتلينج او تنزل تحت كده، فبيحصل حاجه اسمها كيكينج، ترجع تنزل تتجمع تحت. المهم ان انا الموضوع السسبنشن ده بتغلب بيه على ان انا البارتكلز بتاعت الانسوليبل دراج عايز اصيغها في ليكويد فور، فاتعمل السسبنشن ده او المعلق. طيب ايه الخصائص المطلوبه علشان يبقى المعلق بتاعي مظبوط؟ في عندنا 4 خصائص مهمين جدا. اول حاجه تبقى البارتكلز بتاعتي فيري فاين وفي يونيفورم سايز، يبقى فاين باودر وفي يونيفورم
سايز كلها صغيره بقدر الامكان والسايز بتاعها يونيفورم. يحصل يونيفورم ديسبرشن. يونيفورم يعني ايه يونيفورم ديسبرشن؟ يعني ما الاقيش البارتكلز متركزه في حته والحته الثانيه ما فيهاش، ما يبقاش فيه جزء كونسنتريتد وجزء دايلوتد، مش هيديني يونيفورم دوز. لما اجي اخد منه مثلا الدوز بتاعتي مش هتبقى الدوز يونيفورم في كل مره، يبقى لازم يبقى يونيفورملي ديسبيرست. زي ما اتفقنا ان البارتكلز دي ما هياش دايبه وهي في نفس الوقت تقيله وليها وزن، فبتاثير الجاذبيه هيحصل لها سيتلينج، يبقى انا محتاج بس يحصل سلو سيتلينج. كده او كده هيحصل، ولكن انا مهم عندي ان السيتلينج اللي هيحصل ده يبقى سلو. طيب لما حصل سلو في حاجه مهمه جدا، ان لازم لما اعمل شيكينج يحصل ايزي ديسبيرشن. تمام، دول اربع نقط مهمين. اول حاجه البارتكلز تبقى فاينلي فاينلي تريتوريتد او كومينيوتد، صغيره خالص وكلها يبقى ليها يونيفورم سايز. بالتبعيه هيبقى في عندي يونيفورم ديسبيرشن في الليكويد فيز اللي موجوده، والسيتلنج اللي يحصل يبقى سلو، ولما اعمل شيكينج يحصل ايزي ديسبيرشن. تعالوا نفتكر مع بعض كده، في عندي حاجه اسمها ستوب سلو. كان بيشوف لي سرعه السيتلنج اللي بيحصل في السسبنشن، كان بيقول لي هي عباره عن 2 ار سكوير رو اللي هي الدنسيتي بتاعت البارتكلز او السوليد بارتكلز اللي هي سسبندد، ناقص الدنسيتي بتاعت الليكويد اللي هو الليكويد اللي موجود في الجي اللي هي الجرافيتيشنال اكسلريشن او عجله الجاذبيه عجله التسارع على 9 ايتا. القانون ده كان مهم جدا لان انا بعرف بيه بعض البارامترز اللي لو قدرت اكنترول هعمل سسبنشن ناجح، وهقدر في الحاله دي ان انا اضمن ان الفورمه بتاعتي بقت يونيفورم وهوموجينس، وهقدر ادي للمريض جرعات متساويه مش هيحصل منها اي مشكله. تمام؟ الار قال لك ده الريديوس بتاعت السسبندد بارتكل اللي هو نص القطر بتاع السسبندد بارتكل ستيت، وبالتالي الار ده كل ما اقدر اقلله كل ما الفيلوسيتي هتقل، فيلوسيتي اوف سيتلينج هتقل. تمام؟ وكذلك الفيسكوستي، الفيسكوستي كل ما اقدر ازودها، ما الفيسكوستي بتاعت الميديوم ديت كل ما اقدر ازودها كل ما الفيلوسيتي دي هتقل. تمام؟ وطبعا انا صعب ان انا اتحكم في الدنسيتي بتاعت السوليد بارتكلز والايه؟ كل ما اقدر مش هقدر اتحكم في الدنسيتي بتاعت السوليد بارتكلز، لان الفرق ما بينهم ما بين الدنسيتي بتاعت السوليد بارتكلز والدنسيتي بتاعت الليكويد ميديوم اللي موجوده، الفرق صعب ان انا اتحكم فيه. انا المايه تقريبا الدنسيتي بتاعتها بواحد جرام بر مللي لتر، مثلا حاجه زي الزنك اوكسايد حوالي 7 وشويه الدنسيتي بتاعتها. تمام؟ وبالتالي طبعا الزنك اوكسايد انا ما بستخدمهوش اورال، بستخدمه توبيكال، ولكن ده كمثال يعني. فبالتالي هيبقى صعب ان انا العب في ديت، وطبعا ده ثابت. انا اقدر اتحكم في ايه؟ اقدر اتحكم في الار، ان انا اقللها قدر الامكان، لان الار طبعا كل ما هتزيد كل ما هتزيد سرعه الترسيب، كل ما يزيد الار كل ما تزيد، لان دي في البسط اهي، كل ما تزيد سرعه الترسيب فكل ما اقللها كل ما يقل سرعه الترسيب او السيتلينج تايم او السيتلينج فيلوسيتي. انا اسف، الايتا اللي هي الفيسكوستي بتاعت الميديوم كل ما زودها كل ما ايه؟ كل ما برضه ما تقل سرعه السيتلينج ديت. طيب خد بالك من نقطة مهمة قوي، احنا في عندنا قصتين اهو هنلعب عليهم، اللي هو ان انا اعمل اطحن الباودر جامد بحيث انه بقدر او استخدم باودر الجريد بتاعته يبقى فيري فاين، والحاجة التانية ان انا هزود الفيسكوستي. كويس؟ طبعا بجانب السسبندنج ايجنت اللي هنتكلم عليه كمان شوية وهنشوف بيعمل ازاي والفلوكيوليشن والكلام ده كله. البارتكلز كل ما تبقى فاينلي باودر ممكن يحصل حاجه اسمها كيكنج. يعني ايه كيكنج؟ يعني بعد ما يحصل سيتلينج البودرز دي تتجمع مع بعضها ويبقى صعب انها ديسبيرس تاني. فدي نقطه مهمه، انا عايز اعمل فاين باودر بس انا خايف من موضوع الكيكنج. طيب الحاجه الثانيه،
الفيسكوستي يعني كل ما ازودها يعني كل مثلا ما يبقى الفيسكوستي تقرب من الجليسرين او تقرب مثلا من الفيسكوستي بتاعت الهاني هيبقى صعب ان انا اعمل شيكنج. تمام. وبالتالي انت عايز توازن امورك ما بين ان انت يبقى الفاين بارتكلز وفي نفس الوقت ما تعمليش كيكنج هيبقى صعب ان انا اعمل له ريدسبرشن تاني مع الشيكنج. في نفس الوقت انا عايز ازود الفيسكوستي للحد اللي يخليني اعرف اعمل ريدسبرشن واقدر اصب الجرعه بتاعتي. ما انا حاجه زي بقول لك زي العسل مثلا او زي الجليسرين صعب انك تصب منها الخمسة ميلي اللي انت عايزهم في كل جرعه. فدي مشاكل ان انا ازود الفيسكوستي قوي. هنشوف ازاي يعني الفورمولات اللي معانا هتقدر تديني حاجه الفيسكوس بتاعتها مناسبه وتمنع لي الكيكنج. الكيكنج ده بقى بتحكم فيه عن طريق ان انا بعمل حاجه اسمها فلوكيوليتد سسبنشن. فلوكيوليتد سسبنشن دي يعني ايه؟ يعني انا بيبقى عندي سسبنشن كده وبيبقى حاطط السسبندنج ايجنت اللي موجود عباره عن جم او سينثيتك او سيمي سينثيتك بوليمر بتعمل لي حاجه زي طبعا ال بقول عليه الليس ورك ستراكشر. حاجه عامله زي سقالات كده في المحلول البوند ما بينها ضعيفه. الليس ورك ستراكشر ديت بتقلل موضوع السيتلينج ما تخليش البودر ينزل بسرعه. تمام. وفي نفس الوقت البوندز اللي موجوده بينها ضعيفه جدا وبالتالي لما مثلا البودر يبتدي يتركز تحت شويه مش هيمسك في بعضه هيبقى الحاجات دي منعاه. الفلويد سسبنشن الخيوط اللي موجوده دي هتمنعه ان ينزل على القاع ويحصل كيكنج. لما اجي اعمل شيكنج السهل ان الشكل ده يتكسر سهل ويبتدي ايه يحصل يونيفورم ديسبيرشن تاني. تمام. طبعا ده بنعمله باستخدام السسبندنج ايجنت زي الجم اللي هنتكلم عليها بعد شويه زنسان جم مثلا الكاراجينان الكلام ده كله او السيمي سينثيتك بوليمر زي السيلوز ديريفاتيف وما الى ذلك. طيب في بقى عندي طريقه ستاندرد كده لما اجي احضر السسبنشن عشان اجي احضر كومباوندد سسبنشن اول حاجه بجيب البودر اعمله تريتوريشن احوله فاين بودر. رقم 2 اعمل له ويتنج. يعني ايه ويتنج؟ يبقى اول حاجه بعمل جرايندنج. رقم 2 ويتنج. يعني ايه ويتنج؟ يعني بجيب البارتكلز اللي عندي ديت اعمل ديسبليسمنت للاير من حوالين منها واستبدله بليكويد. الليكويد ده يبقى ميسبل مع الميه. زي ايه؟ ان انا بجيب البودر واطحنه واعمل له ليفجيشن مع الجليسرين يقوم الهواء اللي حوالين البارتكل كله يتشال ويبقى موجود حوالين منه ايه؟ جليسرين. الجليسرين ده ميسبل مع الميه فهيخلي الديسبيرشنز اسهل بكتير. تمام. رقم 3 ابتدي اضيف السسبندد فيهيكل. سسبندنج فيهيكل جرادولي وادجست لحد الفوليوم المطلوب. تمام. هنشوف طبعا امثله على الكلام دوت وهنشوف هنعمله ازاي وهنشوف امثله للفيهيكلز اللي هي اوفيشال ان انا استخدمها في السسبنشن. عندي بعد كده الايمولشن وده من الحاجات المهمه قوي ككومباوندنج. الايمولشن ما بيطلبش كتير. هو اشهر حاجه معروفه للايمولشن ككومباوندنج حاجه اسمها الكود ليفر اويل ايمولشن هنتكلم عليها برضه دلوقتي. ولكن مهم قوي خصوصا في الحاجات الاورال لان من مشاكل الايمولشن طبعا بيبقى فيه اويلز فمش احسن حاجه. ولكن انت لو عندك دلوقتي اويل دراج او دراج بيدوب في الاويل فانسب فورم انك تعمله مش هيدوب في الميه طبعا انسب فورم انك تعمله انك تعمله ايمولشن. الايمولشن عباره عن ميسبل ليكويد ديسولفد في ايه او ديسبيرسد معنى صح ديسبيرسد في يعني سولفنت تاني الاثنين امسبل مع بعض يعني تو امسبل ليكويدز واحد فيهم ديسبيرسد في الثاني. دايما الاكسترنال فيز الاكسترنال فيز بيبقى ايه او واحد من الاثنين فيزز اللي موجودين بيكون الميه. انا عندي في نوعين طبعا من الايمولشن يا اما اويل ان ووتر يا اما ووتر ان اويل. دايما اللي بستخدمها في الاورال فورم او الحاجات التركيبات اللي بستخدمها كاورال فورم بتكون اويل ان ووتر بيبقى يعني الطعم بتاعها احسن مستساغ اكتر للمريض الكلام ده كله. زي ما قلنا الايمولشن هو عباره عن دروبلتس من اميسبل ليكويد. دي دروبلتس كده يونيفورملي ديسبيرسد في الاذر ليكويد اللي هو اميسبل مع الدراج بتاعي. طيب الايمولشن
المفروض ان الاويل دروبلتس دي انت لو جبت مثلا زيت وميه وحطيت الاثنين على بعض ورجيت كويس هتبص تلاقي حصل ديسبرشن ووزن 30 ثانيه روح فاصلين تاني، راح الزيت طالع على الوش رحت الميه نازله تحت. فاحنا عايزين نعمل ايه؟ انا عايز اعمل فيزيكال بارير موجود على الاويل دروبلتس دي يمنعها من انها ترجع تتجمع تاني. فيزيكال بارير ده بيكون في صوره الايه؟ الايمالسيفاير اللي انا بحطه. الايمالسيفاير بيروح عامل فيزيكال بارير بحيث بيخلي الاويل فيز او ديسبيرسد فيز دوت ديسبيرسد في الاكسترنال فيز. انا بقول على اللي جوه ده ديسبيرسد فيز او انترنال فيز، كل دي اسماء للدروبلتس اللي بتبقى ديسبيرسد جوه ايه؟ الكونتينوس فيز او الاكسترنال فيز. كونتينوس او اكسترنال فيز. علشان امنع ان الدروبلتس دي ترجع تتجمع مع بعضها وتروح عامله لي لاير ثانيه فوق كده، ان انا زي ما قلنا بستخدم حاجه كفيزيكال بارير موجود على الدروبلت من بره اللي هو الايه؟ الايمالسيفاير. طبعا الايمالسيفايرز دي كتير، في منها انواع كتير، اشهرهم طبعا الجم اللي بنستخدمه اللي هو الجاما كيشيا او الجام تراجيكنز، اشهر برضه والاشهر اللي بنستخدمه دايما اللي هو الجاما كيشيا اللي هو الصمغ العربي. وحتى في نسب معموله ان انا لما باجي احضر بحضر برايمري ايمالشن وبعدين بعد كده اكمل بسكندري ايمالشن، هنتكلم عليها دلوقتي برضو. في عندي سيرفاكتنتس بقى انواعها امايونيك، امايونيك سيرفاكتنت، نون ايونيك، وكاتايونيك. ولكن الكاتايونيك في عليها شويه تحفظات لانها ما بتنفعش في الاورال اللي هي الكاتايونيك سيرفاكتنت. فانا مينلي بكون يا اما الجم يا اما الانايونيك او النانايونيك. يعني الانايونيك ده اللي عليه نيجاتيف تشارج اللي بصوره انايون، او النانايونيك زي البولي سوربيت 80 والكلام ده. تمام. طيب احنا قلنا في عندنا نوعين من الايمالشن، يا اما اويل ان ووتر يا اما ووتر ان اويل. ايه اللي بيحدد لي انهي نوع من الاثنين دول هيتحضر؟ اول حاجه الايمالسيفاير. الايمالسيفاير في حاجات بتفيفر الاويل ان ووتر وفي حاجات بتفيفر الووتر ان اويل. في حاجات ممكن تعمل الاثنين مفيش مشاكل، ولكن بيبقى في عندي حاجات يعني مثلا الاكيشيا بيفيفر الاويل ان ووتر ايمالشن. تمام. الحاجه الثانيه كميه الاويل وكميه الووتر. يبقى الحاجتين دول هم المهمين عندي، كميه الميه او كميه الاويل اللي هو اللي قلنا عليه انترنال فيز والاكسترنال فيز، دول كميتهم قد ايه، وبالتالي هقدر احدد هو اويل ووتر ولا ووتر ان اويل. والايمالسيفاير نفسه. طيب خلينا بقى نشوف الحاجه اللي بنتعرض ليها ككومباوندنج في الايمالشنز. الايمالشنز في عندي الاكيشيا، الجاما كيشيا او الاكيشيا باودر. الاكيشيا باودر لما باجي اعمل السسبنشن بتاعه، هو طبعا ميزه الجاما كيشيا ان هو ممكن باستخدام المورتر والبيسل عندي في المعمل احضر ايمالشن ستيبل وتمام وزي الفل مفيش منه اي مشاكل. بالمناسبه الايمالشن عشان يتحضر ويبقى هوموجينس ويبقى ديسبيرسد كويس والدروبلتس دي اصغر ما يمكن، يفضل لو في ميكانيكال ستيرنج. لو عندك حاجه بتعمل ميكانيكال ستيرنج هيبقى احسن كتير. ولكن الاكيشيا باودر من مميزاته ككومباوندنج اكستمبرينس بريبريشن بيكون ان هو باستخدام فقط المورتر والبيسل اقدر احضر ايمالشن كويس جدا. في عندي الاكيشيا باودر احنا قلنا في بحضر الاول برايمري ايمالشن، يعني باخد الاويل مع كمية من المية مش كل كمية المية مع نسبة معينة من الجم مع بعضهم بيعمل لي البرايمري ايمالشن اللي هو بيبقى فيه كل الاويلز اللي موجودة ديسبيرسد في المية. تمام. وبعد كده ببتدي اضيف بقية الانجريدينت بتاعتي اللي هو بقول بيكون بقية كمية المية والحاجات اللي بتدوب في المية. يعني انا بيبقى عندي البرايمري ايمالشن ده باخد الاويل والحاجات اللي دايبة في الاويل ادوبها فيه، وبعد كده بيبقى عندي الجم والمية. ببتدي بقى في عندي طريقتين، في حاجه اسمها الدراي جام ميثود وفي الويت جام ميثود، هنشوف فيديو ليهم دلوقتي. بانكوربريت الثلاثه مع بعض اللي هو الاويل والميه والجام، احضر البرايمري ايمالشن يتكون عندي البرايمري ايمالشن بفيسكوستي معينه ديسبيرسد كويس كله تمام، ابتدي بقى اضيف باقي كميه الميه او الحاجات الووتر سوليد. طيب النسب اللي عندي ديت اللي هي نسبه الاويل للميه للجم، في عندي حاجه اسمها 4 ل 2 ل 1، في 3
لاتنين لواحد، في اتنين لاتنين لواحد. دي النسب من الاويل والميه والجم عشان احضر البرايمري ايمالشن الاولاني، وبعد كده اعمل الدايلوشن براحتي. امتى استخدم نسبه 4 2 لواحد؟ لما اكون مستخدم عندي فيكسد اويل، فيكسد اويل زي البيجيتابل اويل، زي الاوليف اويل، الكاستر اويل، الكود ليفر اويل، كل دي حاجات فيكسد اويلز، بستخدم نسبه 4 2 لواحد. امتى استخدم 3 2 لواحد؟ لما يكون عندي مينرال اويل، مينرال اويل. يعني ايه مينرال اويل؟ يعني مثلا ليكويد بارافين الكلام ده كله. طيب 2 2 1 دي بستخدمها لما يكون عندي فولاتايل او اسينشال اويل، فولاتايل او اسينشال اويل زي البيبرمنت، زي الكلاف، الكلام ده كله بيقول عليها فولاتايل او اسينشال. تمام. طيب في عندي طريقتين زي ما قلنا بحضر فيهم، يا اما الدراي جام ميثود يا اما الويت جام ميثود. خلينا نبص مع بعض على الفيديو ده، الفيديو موجود على اليوتيوب عادي خالص يا جماعه، سهل ان كل الناس تشوفه. هو هنا بيحضر مينرال اويل ايمالشن. لا هو مش ده عليك الفيديو اللي قبل كده. اهو اول حاجه هيعمل عندي الايه، الويت جام ميثود. دي اول حاجه، ادي الجام وادي الاويل بتاعي وادي الماي. اول حاجه الويت جام ميثود دي، بياخد الجم يحطه في المورتر زي ما كده، وبعدين يطحنه كويس عشان بس يعمل له ايه، فاين جراندنج كده. تمام. وهيبتدي يضيف عليه، اول حاجه المفروض يعمل له مثلا ويتنج بجليسرين او حاجه زي كده، ويضيف عليه كميه الميه، او لو هيضيف الميه على طول لو الميه فيها جليسرين او فيها الاديتيفز بتاعتها اللي تخليها تعمل ويتنج على طول للجم، هو هيضيف اول حاجه الكميه الميه اهوت. بعد طبعا ما بيلم كل الجم زي ما احنا شايفين كده، بيلمه في مكان معين عشان يبتدي يضيف، يلمه جوه يعني في قلب، ما يسيبوش طالع على الحرف كده. يبتدي يعمل، بيحط الميه شويه بشويه ويعمل تريتوريشن لحد ما يكون عندي في الاخر هوموجينس بيست. دي اسمها الويت جام ميثود. بدات بالجام وعملت له ويتنج، وبعدين حطيت عليه الميه، وبعد كده هضيف الاويلز بورشن باي بورشن، الاويل اللي موجود عندي بورشن باي بورشن لحد ما يتكون عندي. طبعا مع الليفيجيشن اللي بعمله او التريتيوشن اللي بيتكون ده، المفروض انه يبقى في اتجاه واحد، المفروض يبقى سريع بقدر الامكان. لسه طبعا هو ما بداش موضوع الانسفيكيشن، ولسه بيعمل ويتنج وبيكون البيست بتاعه الجام والميه. دكتورة منى ابراهيم بتقول المفروض يكون البارتكل سايز المناسب اللي هو كبير قوي وانا صغير قوي عشان يناسب نوع المركب. ما هو ده اللي قلناه يا جماعه، هو ده اللي قلناه، قلناه ان انا من الستوكس اللي هو المفروض ان انا عايز بقدر الامكان. هو باي ذا واي يعني انا بالمورتر بتاعي انا مش هقدر اعمل يعني مش هقدر مثلا احول الباودر لو هو في مايكرو رينج معين، مش هقدر احوله لنانو، مش هينفع بالمورتر والبيسل بتاعتي، مش هقدر. انا بس بقدر الامكان بحاول اقلل البارتكل سايز على قد ما اقدر، لان طبعا زي ما قلنا لو عملت فيري فاين باودر هيبتدي يعمل كيكنج تحت ومش هيتجمع زي ما انت قايله يا دكتوره منى، مفيش مشاكل يعني. خلينا نكمل. وكده خلاص بعد ما عمل السلاري اللي قلنا عليه او البيست، بدا يحط الاويل شويه بشويه لحد طبعا بيقعد يحطه لحد ما يتكون الايمرشن. بيعرف ازاي انه يتكون؟ بيسمع حاجه اسمها كليكنج ساوند او كراكلينج ساوند، صوت كده طرقعه، وفي نفس الوقت تبص تلاقي الايمرشن بقى لازق في الايه، في المور.
الطريقه الثانيه بقى وطريقه اسهل كتير وكل الناس بتفضلها اللي هي طريقه الدراي جام ميثود. بيجيب الجام الاول اهوت ويروح حاطط عليه الاويل، يعمل له يعمل البيست الاولاني دي بالاويل تمام، وبعد كده يروح حاطط الميه مره واحده ويقلب كويس، ويبقى كده اتكون عندي الايه البرايمري ايمالشن يضيف باقي الحاجات. خلينا نشوف كده. هو عامل البيست باستخدام الاويل على طول. بعد كده هيحط الايه؟ هيحط الميه مره واحده ويقلب جامد لحد ما يتكون عندي الايموشن. بالظبط كده. المفروض بقى التقليب يبقى في اتجاه واحد وسريع بقدر الامكان. يعني هقلب مثلا كاونتر كلوك وايز عكس عقارب الساعه زي ما هو بيقلب كده، ويبقى سريع بقدر الامكان يبقى سريع. لحد ما في الاخر هسمع نفس القصه كليكنج ساوند او كراكلينج ساوند اللي قلنا عليه، وهبص الاقي في الاخر بقى ايه يديني ستيكي ايموشن كده. بعد 5 دقايق بيقعد يقلب شويه كويسين. يعني خطوه التقليب وسرعه التقليب دي فيري كريتيكال في تحضير الايموشن. انت تحضر في اتجاه واحد وسريع وتاخد وقتك في التقليب عشان يتكون برايمري ايموشن، دي فيري كريتيكال. اتكون كده الايه؟ البرايمري ايموشن. باجي بعد كده زي ما قلنا بضيف باقي الاديتيفز. يعني انا باخد البرايمري ايموشن بالنسب اللي قلنا عليها ديت، بالنسبة اللي قلنا عليه لو انا مستخدم فيكسد اويل استخدم 4-2-1، ولو مينرال اويل 3-2-1، ولو فولاتايل اويل استخدم 2-2-1. اعمل برايمري ايموشن بسواء كانت دراي او ويت جام ميثود، الاثنين صح. كل الناس بتفضل تعمل الدراي لانها اسرع يعني. بعد كده هبتدي ايه اضيف بقيه الاديتيفز بتاعتي اللي هي هتكون اساسا ووتر سوليبل. خلينا بقى نشوف اول مثال معانا اللي هو الكود ليفر ايموشن. ده من الحاجات المهمه اللي بنحضرها برضو. الكود ليفر ايموشن انا بدات بالايموشن عشان بس ايه شفنا البروسيس بتاعته، وهنشوف الاكزامبل بتاعه على طول، وبعد كده هنرجع تاني للاورال ليكويد سوليوشنز والاورال ليكويد سسبنشن ان شاء الله. عندي كود ليفر اويل 40 مللي، اكيشيا باودر 10 جرام، بي اتش تي البيوتريت هيدروكستروين، ده بستخدمه كانتي اوكسيدنت. انتي اوكسيدنت لما يكون عندي فيجيتابل اويل لازم بحط الاديتيف ده عشان بيحافظ على الفيجيتابل اويل او الفيكسد اويل عموما من الرانسيديتي. هاكي عندي سيمبل سيرب 7 مللي، عندي بيبرمنت اويل ده فليفر طبعا 0.3 ناتشرال، وبوتاسيوم سوربيت 0.14 جرام، وعندي البروفايد ووتر هحط لحد 70 مللي. يعني انا عندي ده 40 مللي في 70 مللي، يعني ده تقريبا كام؟ حوالي 5 مللي في 8.75 حاجه كده يعني. المهم اول حاجه زي ما اتفقنا هحضر البرايمري ايموشن. هسلكت كده اول حاجه البي اتش تي ده، ثانيه واحده، البي اتش تي ده هدوبه في الكود ليفر اويل، هيدوب سهل خالص. البي اتش تي ده او البيوتريت هيدروكسيلوين بيدوب كويس قوي في الايه الفيكسد اويلز عموما تمام. وهياخد كميه من الميه. خلينا بقى نشوف دلوقتي احنا هنستخدم انهي نسبة. انا عندي فيكسد اويل يبقى هستخدم نسبة الايه؟ الاربعة 4-2-1 تمام؟ طيب انا عندي الكود ليفر اويل هو حاططها لي 40 هوت، يبقى انا عايز 20 مللي مية وعايز 10 جرام من الجم. هو حاطط ال 10 جرام مظبوط، وهاخد الاول عشان اعمل برايمري ايموشن هاخد 10 مللي من انا اسف هاخد 20 مللي من المية. يبقى هاخد 20 مللي من المية ادوب فيها البوتاسيوم سوربيت، هيدوب فيها سهل خالص زي ما دوبت البي اتش تي في الايه؟ في الكود ليفر اويل الاثنين دول. وبعد كده هروح جايب الجم حطه في المورتر وهعمل دراي جم ميثود على طول. هروح حاطط عليه السوليوشن اللي هو عباره عن الكود ليفر اويل ده في البي اتش تي، واعمل ليفيجيشن كويس 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 في المورتر لحد ما يديني السلاري او الهوموجينس بيس دوت. وبعد كده هروح ضايف ال 20 مللي ميه
اللي انا مدوب فيهم البوتاسيوم سوربيت، واقلب كويس قوي قوي في اتجاه واحد وبسرعه لحد ما يتكون عندي البرايمري ايموشن. بعد كده هبتدي بقى اضيف البيبرمنت اويل بعد ما اكون البرايمري ايموشن، واروح ضايف السيمبل سيرب، واكمل بالميه لحد 70 مللي اللي انا عايزهم. كل حاجه بضيفها واقلب كويس طبعا. يعني انا كل اضافه من دول بعد ما اكون برايمري ايموشن بحط ضيف الانجريدينت الاولاني واقلب كويس، بعد كده اضيف الانجريدينت الثاني يعني البيبرمنت اويل، بعد كده السيمبل سيرب اقلب كويس، وبعد كده اكمل بكميه الميه لحد ال 70 مللي اللي عندي، واروح نقله في الايه في الديسبنسنج بوتل اللي انا هطلعها فيها للبيشنت. يا رب يكون كده الدنيا سهله وبسيطه. انا هبص بصه كده على الكومنتات بتاعت الفيسبوك ونشوف الدنيا ايه الاخبار يا جماعه. ايه الدنيا فيها ايه؟ حد عنده اي مشكله؟ دكتوره منى يا رب يكون اجابتي للسؤال اللي انت بعتيها وصلت. يعني انت كاتبه يعني انت تقريبا قلتي نفس الكلام بس بصيغه مختلفه. يعني هو فعلا المفروض انا ال جاما كيشيا فيبرز اويل ان ووتر اور لا فيبر اويل ان ووتر زي ما قلنا. دكتور احمد ناصر بيسال جاما كيشيا فيبر اويل ان ووتر اور لا اويل ان ووتر. ايه لازم السيتريك اسيد في السيمبل سيرب؟ دكتوره مريم بتسال ده عشان نسبه البي اتش يا دكتوره مريم من 4 ل 5. ممكن احط سيتريك اسيد من 4 عشان اضبط بس في الاخر البي اتش. انا بستخدم دايما بعد ما احضر السيمبل سيرب بقيس البي اتش بتاعته لقيته اعلى من الخمسه بستخدم ال 50% سيتريك اسيد علشان اضبط البي اتش. والله يا دكتور الفيديو هينزل على يوتيوب لسه مش عارف، اصل موضوع المونتاج ده بياخد وقت وبياخد تعب. يعني الناس كانت في اجازه وكده فالفيديو الاسبوع اللي فات ما نزلش لسه، فانا ما اعرفش لسه الفيديو ده هينزل امتى. تمام تمام حد عنده اي مشكله يا جماعه؟ نكمل. طيب احنا كده اتكلمنا على سيمبل سيرب او ده اكزامبل للسوليوشن يعني او الاورال ليكويد سوليوشن، اتكلمنا عن السسبنشن، اتكلمنا عن بعض البارامترز اللي فيه، واتكلمنا عن الايموشن، وخدنا الاكزامبل اللي هو الكومونلي بريسكرايبد يعني، او يعني هو مش كومونلي ولا حاجه بس هو لو اتطلب منك ايموشن هيكون غالبا الكود ليفر اويل. يعني هو بالمناسبه اقل حاجه بتطلب ككومباوندنج هي الايموشن اقل حاجه، اقصد الاورال ايموشنز، لكن كتوبيكال لا اللوشنز كتير توبيكال ايموشن مفيش فيه اي مشكله، ولكن كاورال ايموشن اقل حاجه بتطلب. يعني تقدر تقول ان مثلا السسبنشن بنسبه 85% من الحاجات اللي بتطلب، بنسبه 15 او اقل بسيط يكون سوليوشن، ويعني نسبه لها تعدى نص في الميه تطلب منك ايموشن ككومباوند بريباريشن. تمام. طيب دلوقتي بقى هنخش على الاوفيشال فيكلز. اوفيشال فيكلز زي ما اتفقنا كلمه اوفيشال معناها موجود في الفارماكوبيا او موجود في فارماكوبيا معينه زي اليو اس بي مثلا. الاوفيشال فيكلز اللي معانا طبعا هتبقى اكتر سوليوشن وسسبنشن. احنا خلاص كده خلصنا جزء الايموشن مش هنتكلم عنه تاني. عندي الاوفيشال اورال ليكويد فيهيكل، عندنا اول حاجه فيهم اللي هو الفيهيكل فور اورال سوليوشن، فيهيكل فور اورال سوليوشن، واحيانا بيسموا الفورمولا دي او يعني في شركه اسمها بريجو عملت البرودكت ده في حاجه اسمها اورا سويت. اورا سويت ده هتلاقيه حتى موجود في بعض الفورمولاز، يقول لك هات الدواء الفلاني ودوبه في اورا سويت او استخدم اورا سويت كايه؟ كفيهكل يعني. عباره عن ايه يا فندم؟ عباره عن سكروز 80 جرام، جلسرين 5 جرام، سوربيتول 5 جرام،
صوديوم فوسفيت داي بيزك 120 ملي جرام، سيتريك اسيد 200 ملي جرام، بوتاسيوم سوربيت 100 ملي جرام، وميثايل بارابين 100 ملي جرام، وبيوريفايد ووتر كوانتي سفيشنت تو بروديوس 100 ملي لتر. زي ما انت شايف كده ده عباره عن طبعا فليفرد، حاطط محطوط فيه سكروز وسوربيتول اهوت، وهتلاقيه حاطط فيه بافر سيتريك اسيد والصوديوم صوديوم فوسفيت، ده بفر عشان يقاوم التغير في البي اتش، يفضل محافظ على البي اتش بتاعه، وبالتالي يديني برودكت ستيبل تمام وبريزرف في نفس الوقت. يعني ده تقدر تقول عليه سويتند بافرد اند بريزرفد فيهيكل فور اورال سوليوشن. فطبعا ميزه ان انا استخدم حاجه زي كده ان هلاقي دايما البي او دي اللي موجود في اليو اس بي للكومباوند بريبريشن اللي معموله في فيهيكل زي كده بلاقيها طويله تمام، مع اكسبشنز بسيطه تمام هنتكلم عليها برضو وهنشوف البي او دي قد ايه. طب هحضر ازاي الفيكل ده؟ ما انا هستخدم الفيكل ده دلوقتي اللي هو فيكل فور اورال سوليوشن، هو اسمه كده في اليو اس بي فيكل فور اورال سوليوشن. هحضره ازاي الفيكل ده؟ اول حاجه انا بجيب عندي مثلا بيكر معايره على 100 مللي، هو البيكر ده ياخد 100 مللي، احط فيه ادي 30 مللي من البيوريفايد ووتر، احطه على ووتر باف من 70 ل 75 درجه، كويس كده؟ وصل درجه الحراره بتاعت 30 مللي دي ل 70 ل 75 درجه، ابتدي ادوب اول حاجه احط الجليسرين ومعاه الميثايل بارابين، يبقى رقم واحد هبتدي بالميثايل بارابين والجليسرين، احط الجليسرين الاول وبعدين الميثايل بارابين. واقلب كويس، على فكره اكتر حاجه الدوبانيه بتاعتها او السوريه بتاعتها مش حلوه في التركيبه دي هي الميثايل بارابين. بعد ما حطيت الجليسرين اقعد بقى اقلب الميثايل بارابين لحد ما يكمبليتلي يصاب تماما. بعد ما داب ابتدي بقى اضيف السوربيتول، هيضيف معايا هيدوب معايا سهل، اضيف صوديوم فوسفيت هيدوب سهل، اضيف سيتريك اسيد واضيف البوتاسيوم سوربيت. كل الحاجات دي دابت، حط بقى السكروز يا فندم بالنسبه ال 80 جرام بتاعته دي علشان يبتدي بقى يدوب رخر. بعد ما يدوب هاخده على جنب لحد ما اشيله من على النار، يعني يحصل له كولينج، وادجست الفوليوم بيوريفايد ووتر لحد 100 مللي. اجي المفروض اشوف البي اتش، المفروض يطلع من 4 ل 5 بره. ليه 4 ل 5؟ قال لك ان السلايتلي اسيدك بي اتش دي بتبقى كومباتبل مع الموست كومباوندد دراجز، يبقى 4 ل 5 دي كومباتبل مع الموست كومباوندد دراجز. في بعض حاجات المفروض احضرها في اسيدك ميديا، بس دي اكسبشنز بسيطه موجوده في المونوجراف بتاعها المفروض ان انا ابص عليه، وفي حاجات بتحتاج الكلاين ميديا فبرضه. استنى في حد بيقول لي حاجه، خلاص يا عم خلاص مش مشكله، بيقلب زي ما قلب المهم في اتجاه واحد تمام. البي اتش افرض ان انا لقيت البي اتش اعلى من الخمسه، ممكن يا اما استخدم سيتريك اسيد سوليوشن 50% يظبط، او استخدم 10% اتش سي ال مفيش اي مشاكل، 10% اتش سي ال واظبط البي اتش يبقى بين 4 ل 5 تمام. ده لو لقيت البي اتش اعلى من الخمسه، لو لقيته تحت الاربعه هستخدم بقى صوديوم هيدروكسيد 10% عشان اظبط دايما البي اتش عندي من 4 ل 5. ده طبعا كانه زي السيرب، ولكن زايد عليه ان انا حطيت بفر علشان احافظ على البي اتش، وبالتالي احافظ على الاستابيليتي بتاعت الكومباوند بريبريشن، وحاطط بريزرفاتيف علشان امنع اي مايكروبيال جروث. يعني الغرض النهائي ان انا احسن الاستابيليتي بتاعت الكومباوند بريبريشن. طيب انت كنت هناك حاطط سكروز في السمبل سيرب 85 جرام، ليه شلت منهم 5 جرام واستبدلتهم بسوربيتول؟ ودي نقطه مهمه. حد قبل كده شاف دواء شرب جايبه زي مثلا حاجات زي ادويه الكحه بالذات بتلاقي فيها القصه دي، تيجي بعد فتره معينه تلاقي حصل جه عند الكام بقى فيه كريستالات من السكروز معمول على النك من فوق لدرجه ان انت مش عارف تفتح البطن تمام. ففي الحاله ده بسبب ايه؟ ده بسبب الساتوريتي سوليوشن بتاع السكروز. انا لما استبدل ال 5 جرام دول ب 5 جرام سوربيتول القصه دي مش هتحصل، فعلشان كده هو عامل الموضوع ده، يعني شال 5 جرام من السكروز واستبدلهم ب 5 جرام من السوربيتول عشان يحصل يمنع موضوع ريكريستاليزيشن اللي بيحصل للايه؟ للسمبل سيرب ده تمام. لو حد عنده مشكله يقول لي يا جماعه، هو سهل جدا وبسيط.
البيو دي بتاعه قد ايه؟ البيو دي لما تحضره اليو اس بي قايل لي 6 شهور، ده ممكن يقعد معايا 6 شهور تحضر الفيهيكل في الاورال ليكويد وتسيبه عندك لمده 6 مانس مش اكتر من كده. طيب احنا لسه بنتكلم من شويه وبنقول انا ممكن يبقى عندي مريض يا اما دايابيتك يا اما على كيتوجينيك دايت، بس طبعا دي مش تنفع الكيتوجينيك دايت، هنقول ان هو دايابيتك، فانا مش عايز استخدم له شوجرز، فهعمل ايه؟ بستخدم فيهيكل في الاورال سوليوشن ولكن شوجر فري، ده برضو بيتقال عليه الايه الاورا سويت شوجر فري. تمام، ده اورا سويت ده برضو زي ما قلت لكم شركه بريجو محضره الفيهيكل ده عشان استخدمه على طول، اعمل بيه التركيبات بتاعتي على طول بدل ما انا اقعد احضره من الاول. يعني طبعا احنا اورا سويت والحاجات دي مش متاحه في مصر خالص، فانت لازم تحضر يعني، بس عشان لو لقيت في مونوجراف يقول لك استخدم فيهيكل عباره عن اورا سويت مع اورا بلس مثلا واحد لواحد، تبقى عارف الاورا سويت عباره عن ايه وعارف الاورا بلس عباره عن ايه. هنتكلم عن الاورا بلس بعد شويه بقى. اذا سانجام اول حاجه 50 ملي جرام، جليسرين 10 ملي لتر، سوربيتول سوليوشن 25 ملي، سوربيتول سوليوشن ده بيبقى 70%، سوربيتول سوليوشن ده 70%، وهنتكلم على سوربيتول سوليوشن كمان شويه. سكرين صوديوم ده السويتنر الارتفيشال سويتنر اللي انا حاطه اهو، سيتريك اسيد مونوهيدريت وصوديوم سيتريت، الميثايل بارابين، البوتاسيوم سوربيت والبيورفايد ووتر، كوانتي سفيشنت عشان تجيب 100 مللي. تمام، كل ما في موضوع ان احنا شلنا بس الايه، شلنا السكروز واستبدلناه بالسكرين وعلينا نسبه السوربيتول شويه. تمام، كان هناك كان 5 جرام بس لكن هنا خدنا منه 25 مللي. في نفس الوقت حطينا زنسان جام، ده بيزود الفيسكوستي شويه، بيخلي الفيسكو يعني مش هيخليه سيرب يعني، يعني انت عارف الفيسكوستي بتاعت السيرب غير الفيسكوستي بتاعت الميه، فالزنسان جام ده ممكن تقول عليه فيسكوستي انهانسر او ثيكنر. تمام، البافر بتاعك موجود، سيتريك اسيد والصوديوم سيتريت، الميثايل بارابين والبوتاسيوم سوربيت موجودين كبريزرفيتيف، وبالتالي برضه في الاخر هيطلع عندي البي اتش من 4 ل 5 اللي اتفقنا عليها، اللي هو كومباتبل مع معظم الايه؟ مع معظم الدراسات. طب احضره ازاي ده يا فندم؟ اول حاجه بتاخد برضو عندك ادي الووتر باس بتاعك اللي انت ظابطه على 70 ل 75 درجه، وتاخد 60 مللي من الميه. تمام؟ تسخنهم 70 ل 75 زي ما اتفقنا، وتضيف اول حاجه زي ما قلنا ايه؟ الميثايل بارابين، برقم واحد الميثايل بارابين اللي هو ارخم حاجه في الدوبعين. رقم واحد الميثايل بارابين. تحطه وتقلب كويس لحد ما يدوب. تمام، بعد كده بعد ما داب حط بقى الجليسرين، حط السوربيتول سوليوشن، حط سكرين صوديوم، حط سيتريك اسيد، حط صوديوم سيتريت، حط البوتاسيوم سوربيت، وشيل الكلام ده كله بقى من على النار، خليه يبرد خالص، او يعني مش تخليه يبرد، تشيله بس يبقى لسه دافي كده، وابتدي حط الزنسان جام وقلبه كويس. اخر حاجه خالص الزنسان جام. زنسان جام ده له طريقه في ان انت بتستخدمه ازاي، بتعمله سبرينكلينج على الوش كده وبتقلب كويس بقى، يا ريت لو يبقى في عندك مثلا ماجنتيك ستيرر او حاجه يقلب كويس لحد ما يحصل له ايه، يحصل له هيدريشن وديسولفنج كومبليت ديسولفنج في الفيهيكل بتاعه. واخر حاجه خالص بكمل بميه لحد ايه، لحد 100 مللي زي ما قلنا. البي اتش بتاعه اتاكد ان هو من 4 ل 5، لقيته اعلى من 5 استخدم ممكن اتش سي ال او سيتريك اسيد، اتش سي ال 10% او سيتريك اسيد 50%، ده يفضل يعني سيتريك اسيد 50%. لقيته اقل من الاربعه يبقى هستخدم صوديوم هيدروكسيد 10% عشان اظبط البي اتش في الاخر عندي من 4 ل 5. تمام، البيو دي بتاعه قد ايه؟ برضه اليو اس بي قايل لك ان الفيهيكل ده لو حضرته بالبروسيجر ده بالنسب دي هيقعد معاك 6 شهور، 6 شهور اقدر استخدمه في تحضير الايه؟ البريباريشنز بتاعتي. طيب ده كده بالنسبه للاورال سوليوشنز، حضرنا منها حاجه فيهيكل فور اورال سوليوشن وواحد تاني زيه شوجر فري، وسمينا الاولاني اورا سويت والتاني اورا سويت شوجر فري. تمام، في عندي حاجات برضو بيعتبرها شوجر فري تنفع للناس الدايابيتك، لكن برضو زي ما قلنا ما تنفعش للايه، للكيتوجينيك، الناس اللي على كيتوجينيك دايت، لان قلنا المفروض الكيتوجينيك دايت ده بيبقى مسموح له بكربوهيدرات معين، اللي هو ايه، اللي هو السوربيتول بيزد فيهيكل. سوربيتول بيزد فيهيكل، ايه السوربيتول ده يا سيدي؟ السوربيتول ده عباره عن الكحول، الكحول شوجر، الكحول يعني انت عارف ان الجلوكوز مثلا بيبقى الكربونيل الاولاني عباره عن الدهايد،
ده عباره عن الكحول تمام. طبعا بيبقى له بليزنت نون ارتفيشال سويت تيست. كل الحاجات الارتفيشال زي السكرين والاسبرتام وحتى الاستيفيا فيها بس بسيط. بيبقى فيها حاجه اسمها بيتر افتر تيست، في مراره تلاقيها كده موجوده في الاخر. طبعا السوربيتول لانه ناتشرال فما فيش في الحته دي تمام، دي من الحاجات المهمه قوي. السويتنس بتاعته نص السويتنس بتاعت السكروز، وبيتحط في الشوجر فري برودكتس. فاكر موضوع الكابلوك اللي قلنا عليه لما اللي كان بيحصل مع السيمبل سيرب ده؟ احنا بنستبدل كميه من السكروز اللي موجوده بجزء من السوربيتول سوليوشن او السوربيتول باودر عشان نمنع موضوع الكابلوك اللي بيحصل من الريكريستاليزيشن بتاع السكروز في السوبر ساتوريت سوليوشن او الساتوريت سوليوشن بتاع الايه السكروز في السيمبل سيرب تمام. الاوفيشال سوربيتول سوليوشن بيبقى عباره عن 70% سوربيتول في 100 مللي، ده الاوفيشال. طبعا ده بيبقى ساتوريتد سوليوشن وبالتالي هايبرتونيك وسيلف بريزرفد اودرليس زي ما قلنا قبل كده، يعني هايبرتونيك وسيلف بريزرفد، وبيبقى البي اتش بتاعه نيوترال يعني اراوند 7. السبيسيفيك جرافيتي 1.28 يعني برضه حوالي 1.3، يعني تقريبا بيديني نفس خصائص السيمبل سيرب ولكن ينفع للدايابيتك بيشنت، تقدر تقول شوجر فري فيكل، ولكن ما ينفعش زي ما قلنا للناس اللي على كيتوجينيك دايت تمام. زي ما قلنا اهو ان هو اولزو نون شوجر لكنه كربوهيدرات and should not be used in a preparations made for patients on a ketogenic diet. المعلومه اللي اكدنا عليها. خد بالك برضو انت لو عندك كميه كبيره من السوربيتول في الفيكل بتاعك، السوربيتول بيقولوا عليه اوزموتيك لاكستيف. اوزموتيك لاكستيف يعني ايه؟ يعني بيسحب كميه من الميه من الانتستين وبيخلي الاستول مور ليكويد، فهي ممكن يعمل نوع من اللاكزيشن او يعمل دايريه تمام. يبقى انا عندي الاوفيشال سوربيتول سوليوشن عباره عن 70%، ده رقم واحد. لو هو انا عامله 70% هيبقى هايبرتونيك وسيلف بريزرفد، لو طبعا سويت بليزن تيست، ناتشرال سويتنر، مفيش فيه مشاكل الحاجات السنتيتك زي السكرين والاسبرتام تمام. البي اتش بتاعه نيوترال تو ليتمس بيبر اراوند 7. ومشكلته في حاجتين، الناس اللي على كيتوجينيك دايت، الحاجه الثانيه لو استخدم منه كميه كبيره لو لاكستيف افكت زي ما قلنا ان هو اوزموتيك لاكستيف تمام. طيب خلصنا من قصه الايه الاورال سوليوشنز، هنخش بقى على سسبنشن ستراكشرد فيكل. ولحسن الحظ ان الفيكلز اللي معموله دي او هم عملوها بحيث تبقى فلوكيوليتد علشان تمنع موضوع السيتلينج اوف فاودرز وموضوع الكيكنج اللي بيحصل فيه السسبنشن. زي ما الدكتوره كانت بتقول ان البودر الناعم قوي ينزل ويتجمع مع بعضه ويعمل كيك، يبقى صعب انه ايه يديسبيرس. الحاجات دي اللي هي السسبنشن ستراكشرد فيكل بتبقى قايمه على استخدام الجم او السيمي سينثيتك بوليمر. الجم زي الزنسان جم، ده مينلي زنسان جم ده اهم حاجه بالنسبه لنا، والسيمي سينثيتك بوليمر زي السيلوز ديريفيتيف. سيلوز ديريفيتيف زي المثال سيلوز كربوكس مثال سيلوز صوديوم، دي الحاجات اللي بنستخدم كسيمي سينثيتك، حاجات بتزود الفيسكوستي ده رقم واحد، وفي نفس الوقت بتعمل لي الفلوكيوليتد سسبنشن اللي بيقلل موضوع السيتلنج اللي بيحصل ده. طبعا مشكله تحضير السسبنشن فيهيكل في الحاله اللي زي كده ان الزنسان جام او بقيه كل الحاجات دي ليها طريقه معينه في التدوين، فبتحتاج صبر وبيحتاج انك تبقى عارف ان هو له طريقه معينه في التدوين، سواء كان الزنسان جام او حتى السليلوز ديريفاتيفز اللي قلنا عليه. عندي بقى الاوفيشال فيهيكل فور اورال سسبنشن، او بنقول عليه برضو الايه ده، بيقول عليه الاورا بلس. الاورا بلس مهم قوي ان انا بعرف الاورا بلس، الاورا سويت، الاورا سويت اس اف، في حاجه اسمها اورا بلند. اورا بلند ده عباره عن ايه؟ عباره عن اورا بلس زي الاورا سويت واحد لواحد. اورا بلس اهو لسه هنتكلم عنه تمام، لان انا زي ما قلت لك هتلاقي فيه مونوجرافات معموله لكومباوند دراجز، هتلاقيه مستخدم الحاجات دي سواء اورا سويت، اورا سويت اس اف، او اورا بلس، او اورا بلند، او الكلام ده كله تمام. طيب عباره عن ايه بقى الفيهيكل فور اورال سسبنشن او الاورا بلس ده؟ عباره عن سيلوز مايكرو كريستالاين 200 مللي جرام، ده هو قلنا ده السيلوز اهو، زنسان جام طبعا 200 مللي جرام، كراجينان 150 مللي جرام، ده طبعا بولي ساكرايد بيجي من السويد، نوع من الطحالب او نوع من النباتات البحريه تمام،
بولي ساكرايد برضو وفي نفس الوقت بيزود لي الفيسكوستي وبيعمل القصه اللي بنتكلم عليها بتاعت الفلكتويشن. كربوكسيل سيروز هاي فيسكوستي 25 مللي جرام. عندي السيتريك اسيد 250 مللي جرام. صوديوم فوسفيت دايبيزك 120 مللي جرام. سايميثيكون 4.1 اللي هو كولويدال فورم للسيليكون دايوكسيد سايميثيكون. والبوتاسيوم سوربيت 100 مللي جرام والميثايل بارابين 100 مللي جرام والبيورفايد ووتر كونت سفيشنت عشان احضر 100 مللي لتر. تمام. نفس القصه عندي سسبندنج ايجنت والفيسكوستي موديفاير اللي موجوده بجانب البفر سيتريك اسيد مع الصوديوم فوسفيت بجانب البريزرفتيف. ولكن هنا انا ما عنديش اي سويتنر ولا عندي فليفر ولا عندي اي حاجه وبالتالي ما بستخدموش لوحده. غالبا ما بستخدموش لوحده. لو انا عاوز احضر سسبنشن بستخدم بقى اللي قلنا عليه الاورا بلند. الاورا بلند وفي اورا بلند اورا بلند اس اف. عباره عن الاورا بلند ده عباره عن اورا سويت واورا بلس واحد لواحد. ايه الاورا بلند اس اف؟ عباره عن اورا سويت اس اف مع اورا بلس واحد لواحد برضه. تمام. مهم قوي ان انا ابقى عارف الملحوظات دي يا جماعه. طيب انا هحضر ازاي الفيهيكل فور اورال سسبنشن ده؟ هتحضر ازاي؟ اول حاجه نفس الووتر باص بتاعك اهو، حطيت عليه البيكر اللي انت عامل له كاليبريشن ان هو بياخد 100 مللي. تمام. وحطيت فيه 90 مللي البيروفايد ووتر وسخنت من 70 ل 75 درجه اول حاجه، ورحت مدوب الايه الحاجه اللي بتدوب بصعوبه اللي هي الميثايل البارابين دي رقم واحد. اول ما دي دابت قلبت كويس ودابت شيله بقى من على النار ودوب السيتريك اسيد صوديوم فوسفيت البوتاسيوم سوربيت. دوب بقيه الحاجات، بقيه الحاجات اللي هي السيتريك اسيد يعني انت رقم واحد دوبت ده الميثايل البارابين ده اهو دوبته باستخدام الهيت مع الستيرنج. بعد كده شلت من على الووتر باص ورحت مدوب السيتريك اسيد صوديوم فوسفيت والبوتاسيوم سوربيت دابه زي الفل مفيش مشاكل. شلت من على الووتر باص علشان ما ينفعش الحاجات اللي اضيفها بعد كده حاجه زي الكاراجينان مثلا، دي حاجه ممكن تتاثر بالحراره يعني السليلوز والكربوكسيلوز بتستحمل حراره حتى الزنسانجان بيستحمل، لكن الكاراجينان ممكن ما يستحملش. تمام. فهتروح بقى حاطط البيكر بتاعك ده حاطه على ماجنتيك ستيرر. ماجنتيك ستيرر ده عباره عن بيبقى ادي اهو كده ده الهوت بليت وادي البيكر ويبقى فيه من تحت هنا رود كده. الرود ده بيتكون مجال يعني زي مجال مغناطيسي كده تحت معاكس للمغناطيس للرود ده او المغناطيس ده بيبقى مغناطيس فيبتدي يلف فيعمل ستيرنج فزود السرعه بقى وابتدي اعمل سبرينكلينج للحاجات دي ورا بعضها. سبرينكلينج يعني ايه؟ يعني اخد كميه سيلوز ارشها شويه بشويه على الفورتكس اللي متكونه دي. رقم واحد السيلوز، بعد كده الزنسانجر، بعد كده الكاراجينان، اخر حاجه خالص الكربوكسيل سيلوز. وبراحتي خالص خليه يقعد يقلب كتير لحد ما كل الجامز اللي انت حاططها ديت يحصل لها ايه؟ يحصل لها ديسبرشن وتدوب في الفيكل بتاعك. وانس دابت والمحلول بارد ضيف السايميثيكون هو الليكويد طبعا، حط روح من 10 مللي وبعد كده خالص اظبط الفوليوم بتاعك لحد 100 مللي بالبروفايد ووتر ويبقى انت كده حضرت الايه الفيهيكل فور اورال سسبنشن او الاورا بلس اللي قلنا عليه، وهو زي ما قلنا عباره عن سسبندنج فيهيكل بيبقى بفرد وبريزرفد ومناسب لاني احضر منه اي سسبنشن للاورال يوز. بستخدمه غالبا ما بستخدموش لوحده، بستخدمه في صوره حاجه اسمها اورا بلند اللي هو اورا سويت واحد لاورا بلس واحد او اورا بلند اس اف اللي هو الاورا سويت اس اف اللي احنا قلناهم من شويه اللي هو الفيكل فور اورال سوليوشن والفيكل فور اورال سوليوشن شوجر فري. حتى الان الدنيا تمام ولا في مشكله؟ نخش نبص بصه كده على الايه على كومنتات الفيسبوك نشوف الدنيا تمام ولا في اي مشاكل. هو ريزولوشن يا جماعه بتاع الشاشه غالبا له علاقه بسرعه النت عندنا،
فانا مش عارف كل الناس عندها مشكله في الريزولوشن ولا المشكله دي عند بعض الناس والبعض التاني لا مش عارف. هو الناس نامت ولا ايه؟ انا مش شايف الناس معايا خالص في الفيسبوك. صحينا يا جماعه ولا ايه؟ المجال الكسير مفيش مشاكل يا دكتور، بالنسبه للسايم سيكون عادي خلاص، هو ليكويد اساسا وهيدوب في الميه بمنتهى السهوله. دكتور احمد ناصر بيسالني على السايم سيكون. ممكن بريك دكتور يوت فتحي؟ ناخد بريك قد ايه يا جماعه؟ ناخد بريك 10 دقائق. انا مش هقفل البث هسيبه شغال بس هناخد بريك 10 دقائق بالظبط. ولا ايه؟ الساعه 10 وثلث. انا النهارده بسرع وبحاول ما نقطعش كتير بحيث ان احنا نخلص بدري يعني ما ناخرش زي كل مره. طب نخليه بريك 5 دقايق عشان الناس بس تفصل دماغها. بريك 5 دقايق بالظبط. الساعه دلوقتي عندي 10:17 10:22 بالظبط هنبتدي ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم، رجعنا تاني يا شباب. دكتور احمد ناصف بيسال سؤال حلو قوي، بيقول انا ملاحظ ان الفيكر فور اورال سسبنشن فيها بالفعل سسبندنج ويتنج ايجنت، هل ده معناه اني هكتفي باني هحطها على البودر وخلاص كده اكون عملت بالظبط؟ فعلا يا دكتور احمد كلامك مظبوط بنسبه 100%. ممكن فعلا انا احطها على طول، استخدم الاورال سسبند او الاورا بلس، استخدمها دايركت ان انا اعمل بيها ويتنج وبعدين ابتدي اضيفها واعمل سسبنشن على طول بدون اي حاجه تانيه. خلونا بقى نخش على البريبريشنز بتاعتنا. اول حاجه معانا ان شاء الله اورال ليكويد سوليوشن، من اشهر الحاجات اللي تطلب في صوره سوليوشن اللي هو الكلورال هيدريت. خلاص هشوف دكتوره فاطمه جمال بتسال ايه الفرق بين الاورا بلند والاورا بلند اس اف. بص يا دكتوره احنا لما جينا اتكلمنا على الاورا سويت قلنا في اورا سويت وفي اورا سويت اس اف اللي هو فيكر فور اورال سوليوشن في اليو اس بي وفيكر فور اورال سوليوشن شوجر فري. لو تفتكري اللي كان فيه زنسان جام وكنا شايلين السكروز وحاطين سكرين وسوربيتول والكلام ده كله، صح كده؟ طيب الاورا بلند عباره عن اورا سويت واورا بلس. الاورا بلند عباره عن اورا سويت واورا بلس. لو هو اورا سويت اس اف، انا اسف، لو هو اورا بلند اس اف يبقى استخدم اورا سويت اس اف واورا بلس. كده او كده الاورا بلس ما فيهوش اي سويتنر خالص، لا سينثيتك ولا ناتشورال، ما فيش فيه اي سويتنر، وبالتالي لازم استخدم معاه سويتنج ايجنت. تمام، يا رب اكون وصلت لك الموضوع. المهم هناخد بقى الكلورال هيدريت اورال سوليوشن، تركيز 100 مللي جرام بير ملي لتر اورال ليكويد. الكلورال هيدريت من الحاجات اللي بتطلب يا شباب كهيبنوتيك، بيستخدموها للاطفال اللي هتعمل اكس راي او الكلام دوت علشان الطفل ينام ويثبت على الجهاز فيعرف الدكتور يعمل له الاكس راي. التركيز بتاعه زي ما احنا شايفين 10% او 100 مللي جرام بير مل اورال ليكويد. الكلورال هيدريت من الحاجات الفري ديسوربل في الووتر خالص، يعني الواحد جرام بيدوب في 0.45 اعتقد ملي لتر من الميه. 1 جرام كلورال هيدريت يدوب في 0.45 ملي لتر من الميه. انا عندي الفورمولا عباره عن كلورال هيدريت 10 جرام، جليسرين 5 ملي، بروبلين جلايكول 5 ملي، فليفر اي فليفر انا عايزه، يعني
هنتكلم دلوقتي على ممكن على suggested flavor هقول لكم عليه دلوقتي. ستيفيا باودر 0.3 جرام، ميثايل بارابين 0.1 جرام، وسمبل سيرب هاخد منه 60 مللي، وسيتريك اسيد 50% سوليوشن كيو اس، وبيوريفايد ووتر هنحط لحد كوانتي سفيشنت لحد 100 مللي. تمام. طيب هنحضر الكلورا هيدريت اورال ليكويد دي هنحضرها ازاي يا شباب؟ خليك معايا كده. اول حاجه الكلورا هيدريت قلنا بيدوب في ميه، فياخد ال 10 جرام دول. اول حاجه ال 10 جرام دول ادوبهم مثلا في قد 10 مللي بيوريفايد ووتر، 10 مللي من الووتر هيدوب خالص، من لو اقل من 10 مللي كمان هيدوب. تمام. هاخد الميثايل بارابين وادوبه في البروبلين جلايكول، احطه في ال 5 مللي بروبلين جلايكول واقلب كويس هيدوب. تمام. فبقى هضيف الحاجات كلها على بعضها، يعني انا خلاص بعد ما ضفت الميثايل بارابين ودوبته في البروبلين جلايكول احط عليه الجليسرين و وبعدين نضيفه على الكلورا هيدريت سوليوشن وحط الفليفر الاستيفيا باودر والسيمبل سيرب والسيتريك اسيد هنحط منه كميه على قد ما اوصل البي اتش من 3.5 ل 5.5. المفروض ده الفاينل بي اتش بتاع الايه؟ بتاع الكلورا هيدريت سوليوشن تبقى من 3.5 ل 5.5. في الاخر خالص بكمل بالميه لحد ال 100 مللي، سهله خالص وبسيطه وكلها حاجات بتدوب مفيش فيها اي مشكله. يبقى اول حاجه الكلور هيدريت دوبت شويه ميه صغيرين. تمام. بعد كده خدت الميثايل بارابين نروح ندوبه في البروبلين جلايكول ونضيف عليه الجليسرين. الفليفر بقى، الفليفر ممكن استخدم مثلا بلند كده عباره عن مارشميلو فليفر مع راسبري، مع راسبري فليفر اللي هو بتاع الايه؟ راسبري فليفر. المارشميلو والراسبري فليفر دي حاجات متوفره، يعني خد من ده 0.3 خد من ده 0.5 ده هيديك طعم كويس. طيب احيانا كنا بنعمل القصه دي برضو، بدل ما استخدم السيمبل سيرب استبدله بستروبري سيرب موجود في السوق عادي تجيبه من اي محل اللي هو شربات الفراوله، يبقى كويس جدا. يبقى 60 مللي دول بدل ما اضيفهم سيمبل سيرب تضيف ستروبري سيرب، مفيش فيها اي مشكله خالص، وحتى يبقى انت كده استعطت عن السيمبل سيرب واستعطت عن الفليفر، مش محتاج لا ده ولا السيمبل سيرب. تمام. زي ما قلنا تاني كلور هيدريت دوب في شويه ميه صغيرين، الميثايل بارابين ضفته للبروبلين جلايكول وضفت عليه الجليسرين وضفتهم مع الكلور هيدريت. تيجي دوب بقى الاستيفيا، حط الفليفر بتاعك لو انت هتحط فليفر، لو مش هتحط خلاص. بعد كده هتحط السيمبل سيرب الكمية اللي انت عايزها اللي هي 60 مللي علشان تخلي طعم حلو. بالمناسبة الكلور هيدريت يا جماعة من الحاجات اللي طعمها فيري بيتر بالنسبة للطفل، طعمها مر جدا، وبالتالي زي ما انت شايف السيمبل سيرب انا حاطط منه كمية كبيرة اللي هي 60 مللي، يعني 60% سيمبل سيرب علشان بقدر الامكان اقدر اعمل ماسكينج للايه؟ للطعم الفيري بيتر ده. تمام؟ والسيتريك اسيد زي ما قلنا عشان اظبط بيه بس البي اتش، يعني ممكن احط 3 4 مللي 5 مللي بالكتير عشان البي اتش بين 3.5 ل 5.5، وبكمل بميه في الاخر لحد 100 مللي واحطه في الكونتينر. واحطه في البوتل بتاعتي. طبعا زي ما قلنا البي اتش في الاخر من 3.5 ل 5.5، البي او دي 14 يوم زي ما اليو اس بي اي، بيون يوز دي 14 يوم ريفريجريتد يعني في الثلاجه. تمام. ده كده بالنسبه لكلورا هيدريت، ودي تركيبه سهله جدا وبسيطه وما بتاخدش اي وقت مني خالص. تمام. عندي بعد كده برضو من الحاجات اللي بتضطرب الصوديوم بنزويت، الصوديوم بنزويت بيستخدموه لبعض الميتابوليك ديسوردرز في النيونيتس، الاطفال الصغيرين اللي لسه موجودين بقى عنده مشكله في الميتابوليزم بتاع البروتين، فبيستخدموا الصوديوم بنزويت اما بنسبه 10% او بنسبه 30%. زي ما انت شايف بالنسبه للطفل احنا عاملينه في ميه بس اللي مش محتاج حتى مثال سيلوز، يعني تدوب ال 10 جرام في البيوريفايد ووتر بس وخلاص، او ال 30 جرام احيانا بيطلب في دكستروز 5%،
يعني الحين يقول لك دوب لي الصوديوم بنزويت في ديكستروز 5. الاحسن والاصح واللي موجود في اليو اس بي انه يبقى في ميه بس، علشان تبقى انت ايه بعدت عن الطفل اي حاجه ممكن تعمل له مشاكل، تعمل له انتفاخ، تاذي الجاكي بتاعه، الكلام ده كله. تمام. الصوديوم بنزويت ببساطه شديده بتدوبه مثلا في ال10 جرام دول، دوبه مثلا في 80 ملي ميه، وكمل في الاخر بالبيوفايد ووتر لحد 100 ملي. وكذلك ال30 جرام هو فري بيدوب في الميه بسهوله يعني ما بيعملش مشاكل. طيب هنا الفاينل بي اتش بتاع ال10% بيبقى من 6.7 من 10 ل 7.7 من 10، من 6.7 من 10 ل 7.7 من 10. و ال 30% بيبقى من 7.3 من 10 ل 8.3 من 10. طبعا واضح كل ما بيزيد نسبه الصوديوم بنزويت، الصوديوم بنزويت ده بنقول عليه ويك الكترولايت، بيحصل له ديسوليوشن ويديني صوديوم هيدروكسيد، فكل ما يزيد نسبه الصوديوم بنزويت بتلاقيه بيقرب ناحيه الالكالاين زي ما انت شايف كده. تمام. طيب البي او دي بتاعه قال لك، اليو اس بي قال لك مش اكتر من 90 يوم. بص يا فندم عشان بس ايه النقطه دي نحسمها، البي او دي اليو اس بي قال لي الحاجات الاورال اكويس بريبريشن مش اكتر من 14 يوم ريفريجريتد، صح؟ الا لو انت في ريفرنس لقيت حاجه غير كده. هنا انا عندي يو اس بي قايل لي ان هو ممكن لحد 90 يوم، يبقى في الحاله دي هقول لحد 90 يوم اللي موجوده في اليو اس بي. طيب لو انا ما عنديش ريفرنس بيقول ان هي 90 يوم يبقى هي 14 يوم، بس علشان ما حدش يقول انت جبت 90 يوم دي منين؟ ده اليو اس بي بيقول في الشابتر 795 بتاع النون سترايل كومباوندنج، بيقول لي ان الحاجات النون سترايل الاكويس فور اورال يوز ماكسيمم 14 يوم في الثلاجه. تمام. بس هي دي النقطه، لازم برضه تبقى في دماغك النقطه دي. هنخش بعد كده على بعض الاورال سسبنشنز اللي بنحضرها على حسب الطلب بتاعها برضه. عندي الالوبرينول كومباوندد اورال سسبنشن تركيزه 20 ملي جرام برميل، عباره عن ايه يا فندم؟ عباره عن الالوبرينول تابلت. هقول لك هنعمل فيها ايه دلوقتي، 2 جرام عشان اوصل. طبعا التابلت هتاخد منه ما يكافئ 2 جرام. عندي جليسرين كويتنج ايجنت ممكن اشيله عادي زي ما زمان قال من شويه، ممكن اشيله عادي خالص واستخدم الفيكل فور اورال سسبنشن اللي هو الايه اورا بلس، والفيكل فور اورال سوليوشن وبحط لحد 100 ملي. تمام. ممكن الجليسرين استخدمه وممكن اشيله مفيش فيها اي مشكله خالص. طيب خلينا بقى اول خطوه ان انا بجيب الاول الاقراص بتاعتي. انت عارف طبعا الالوبيرينول موجود عندنا زيلوريك، صح كده؟ زيلوريك في منه 100 و300 مللي جرام. على الفورمولا دي 100 مللي انا محتاج 2 جرام، يبقى انا لو هستخدم مثلا ال 300 جرام 3 اقراص 900 جرام في 2 يبقى 6 اقراص، يبقى 1800 مللي جرام زائد قرصين 100. يعني انا كده هحتاج 6 اقراص من ال 300 وهحتاج قرصين من ال 100. 2 في 3 6 في 3 ب 18 يبقى 1800 مللي جرام، و2 في 100 ب 200 مللي جرام، يبقى انا محتاج، يبقى كده انا جبت ال 2 جرام بتوعي، جبتهم من 6 اقراص 300 مللي جرام وقرصين من ال 100 مللي جرام من الزيلوريك اللي موجود عندي. طيب في الحاله دي احنا عرفنا نوفقهم من غير ما يبقى عندي فيه كسر، يعني عرفت اخد 6 اقراص كاملين من هنا وعرفت اخد قرصين كاملين من هنا. افرض انت محتاج هنا مثلا، مش شرط بقى الزيلوريك، محتاج مثلا في اي دراج تاني محتاج 6 ونص او 6 وثلاث ارباع ايا كان، المهم مش رقم صحيح زي كده. في الحاله دي اعمل ايه؟ ببساطه شديده الموضوع سهل وبسيط، انا بشوف وزنه القرص قد ايه. سي مثلا وزنه القرص 500 مللي جرام، ماشي؟ بشوف مثلا انا عايز، سي مثلا انا عايز دواء معين عندي منه الاقراص المتوفره 25 مللي جرام سي، وانا عايز توتال 300 مللي جرام، 300 مللي جرام احطها في الترتيب والاقراص المتوفره عباره عن 25 مللي جرام. طيب 300 على 25 شوف كده هيطلع كام؟ هو البث وقف يا جماعه ولا البث وقف ولا الدنيا تمام؟ خلينا نبص بصه عشان في حد بيقول البث وقف. حد يقول يا جماعه البث وقف ولا الدنيا شغاله؟
طيب عظيم، شكرا يا الاء، هي الوحيده اللي عبرت، محدش قال لي. ماشي بسم الله. يبقى ادي 300 على 25 طلع 12 اقص، برضو هيطلع. خلينا نقول بلاش 25، خلينا نقول عايزين مثلا 450 مللي جرام بدل 300 دول، خلي دول 450 مللي جرام، اقسم كده 450 على 25 اعتقد هتقبل بقى، هيطلع 18 مش نافع. المهم سي انا محتاج ست قراص ونص من حاجه، سي ايا كان بقى التركيز المطلوب ايه والكوانتيتي المطلوبه توتال ايه في التركيبه قد ايه. في الحاله دي انا بشوف وزنه القرص، قرص على بعضه، وطبعا باخد افريج يعني بقيس مثلا خمس اقراص واشوف مثلا القرص يطلع بالظبط كام واجمع الاوزان واقسم على عدده، يبقى انا عرفت وزنه القرص كذا. لو انا محتاج مثلا ست اقراص ونص فسي مثلا اخد ثمان اقراص، وبعد كده اشوف الثمان اقراص دول المفروض الويت بتاعهم هيبقى كام، واخد من الويت ده ما يكافئ ستة ونص قرص. تمام؟ يعني لو وزنه القرص مثلا سي مثلا وزنه القرص 300 مللي جرام وانا واخد 8 اقراص، يعني بقى اصبح عندي 8 في 300 تطلع مثلا بقى 2400 مللي جرام، صح؟ وانا عايز اخد 6.5، يعني 6.5 في 300 هيطلع لي رقم اوزنه من ال 2400 توتال اللي عندي. تمام؟ يعني دايما اخد عدد اقراص بزياده علشان لما اطحن في المورتر وارجع اوزن تاني اعرف اخد الكميه اللي انا عايزها ما تطلعش، لان دايما الطحن في المورتر بيخلي فيه باودر دايما ماسك على الوول بتاعه. تمام؟ سهله وبسيطه يعني. المهم ان انا عندي هنا عرفت اوفق ال 2 جرام من عدد كامل من الايه الاقراص، ست اقراص من 300 مللي جرام وقرصين من 100 مللي جرام. خلاص هاخد الاقراص ديت بعد ما حسبت كويس هحطهم في المورتر اطحنهم كويس قوي. تمام؟ قلت لي ايش يا دكتوره انت مهما تطحني مش هتقدري تنزلي البارتكل سايز للحجم اللي يخليه يعمل كيكينج تحت، دي لاقيش خالص من النقطه دي. بعد كده هعمله ليفيجيشن مع جليسرين كويتنج ايجنت، او اشيل الجليسرين واعمل على طول ويتنج بالفيهيكل في الاورال سسبنشن 5 مللي، وبعدين اضيف باقي الكميه من الفيهيكل في الاورال سسبنشن، واروح مكمل بعد كده بالفيهيكل في الاورال سوليوشن اكمل لحد ال 100 مللي وانقله في البوتل بتاعتي. المفروض ان البي اتش في الاخر لل الوبيورينول بيطلع من 3.5 ل 4.5، من 3.5 ل 4.5 البي اتش من 3.5 ل 4.5. لو محتاج اعمل اي ادجستمنت باستخدام اسيد او بيز عشان اظبطه في الرينج ده مهم قوي لانه بيأثر على الاستابيليتي بتاع الكومباوند بريبريشن. تمام؟ البي او دي بتاعه انت لو بصيت في اليو اس بي هتلاقيه مستخدم، هتلاقيه بيقول لك 90 دايز. طالما اليو اس بي بيقول لي طالما اليو اس بي قال لي اكستندد بي ودي خلاص انا هعتمد، او اي ريفرنس يعني هيقول لي اكستندد بي ودي هعتمده. طب لو انا ما عنديش زي ما قلنا البي ودي 90 يوم يبقى الطبيعي ان انا هستخدم 14 يوم في التلاجه. تمام كده؟ ده بالنسبه للاربيدينول كومباوندد اورال سسبنشن. نشوف اللي بعده الاميودارون، نفس القصه برضو، نفس القصه هتجيب الاميودارون. عندنا الكوردرون اقراص تقريبا موجود منه 200 مللي جرام، انا عايز احضر الاميودارون بحيث يبقى تركيزه 5 مللي جرام بير مللي لتر. فهجيب الكوردرون واحسب منه شوف عدد الاقراص قد ايه. انا محتاج 600 مللي جرام وعندك اقراص الكوردرون تقريبا 200 مللي جرام، صح كده؟ يبقى 6 يعني هتطلع 3 اقراص، 3 اقراص. وبرضو الجليسرين نفس القصه، ال 5 مللي ممكن اشيلهم واستخدم الفيكل في الاورال سسبنشن على طول واكمل بالاورال سوليوشن او الفيكل في الاورال سوليوشن لحد ال 100 مللي. نفس القصه، نفس طريقه التحضير اللي فاتت. الكالكوليشن بتاعتك مهمه تعملها في الاول، بعد كده بتاخد الاقراص او الكبسولات لو هي الاميودارون كوردارون ده اقراص، لو هي اقراص بطحنها، لو هي كبسولات بتفضيها يعني على حسب. تمام؟ لو هي اقراص بتطحنها في المورتر، لو هي كبسولات بتفضي الكبسوله وتعمل برضو جرايندنج خفيف
وبعد كده بتعمل ويتنج سواء بالجليسرين او بالاورال سسبنشن على طول مفيش مشاكل، وبتكمل بالفيكل لحد الريكوايرد فوليوم. المفروض الاميدارون البي اتش بتاعه من 5.8 ل 6.8، تمام؟ ده البي اتش الموجود في اليو اس بي. الحاجات دي يا جماعه ما تحفظش يعني، عشان بس ما حدش ايه مفكر ان هيحفظ البي اتش بتاع كل حاجه، بس طالما عندك الريفرنس بتبص فيه وتشوف، او لو مش موجوده التركيبه عندك في الريفرنس بترجع وتشوف الاستابيليتي يعني البي اتش اللي عندها الدراج ده بيبقى ستيبل. ستيبل فور ايه؟ ستيبل فور الاورال فورم ده، الاورال فورم او الاورال اكواس فورم، يعني هو بيبقى ستيبل في اكواس ميديا عند بي اتش كام؟ اللي مثلا لو رفعت البي اتش ممكن تيجي في الاكواس ميديا يحصل له هيدروليسيس، يحصل له اوكسيديشن، يحصل له اي كان رياكشن، تمام؟ والبي ودي بتاعه هيبقى 14 يوم. ده بقى قلنا 14 يوم لان انا اليو اس بي مستخدم الاورا سويت او مستخدم الاورا بلند. اليو اس بي مستخدم الاورا بلند، هو طالما قال لي في اليو اس بي استخدم اورا سويت اورا بلس، ده معناها انه استخدم الكومباوندد الحاجات الموجوده اوريدي مانيفاكتشر بتاعت بريجو. وفي الحاله دي هو بيبقى عامل الاستابيليتي ستادي على البرودكت بتاع بريجو، انا ما ينفعش اشتغل عليه، انا محضر الفيكل في اورال سسبنشن ومحضر الفيكل في اورال سوليوشن، فعلشان كده مش هقدر استخدم 60 يوم او 90 يوم اللي هو قايلهم في اليو اس بي. يبقى زي ما قلت لك هو مستخدم في اليو اس بي الايه؟ المنتجات بتاعت بريجو اللي هي فيها بعض اختلاف بسيط، تمام؟ بعد كده عندي الامنو ديبان كومباوندد اورال سسبنشن. امنو ديبان ده اعتقد النورباسك، تمام؟ محضره بتركيز 1 ملي جرام بر ملي لتر، فلما تحسب القراص موجود فيها الامنو ديبين بسيليت 100 ملي جرام، وبرده نفس القصه الجليسرين كويتنج ايجنت ما احطوش عادي مفيش اي مشكله، واستخدم الاورا بلس او اللي هو الفيكل فور اورا سسبنشن، واستخدم الفيكل فور اورا سوليوشن نفس القصه، بعمل الكالكوليشن بتاعتي اشوف القراص اطحنها اعمل لها ويتنج يا اما بالجليسرين يا اما بالفيكل فور اورا سسبنشن، واكمل بالاورا سويت لحد ريكوايرد فوليوم. الاملو دبن البي اتش بتاعه من 4 ل 5، تمام؟ والبي او دي 14 يوم لان هو برده في اليو اس بي مديله اكستندد بي او دي، ولكن باستخدام الاورا بلند او الاورا سويت والاورا بلس، فمش هينفع ان انا احط نفس البي او دي اكستندد اللي موجود في اليو اس بي. بعد كده انا عندي الازاسايوبرين. الازاسايوبرين نفس القصه، بجيبه من الاقراص بتاعته او الكبسولات، هحضره تركيز 50 ملي جرام بر ملي لتر، نفس القصه بتحسب العدد الاقراص او الكبسولات اللي انت محتاجها وبتعمل نفس الخطوات، وفي الاخر بتظبط البي اتش من 3.8 ل 4.8، وهتستخدم البي او دي اللي هو 60 يوم 60 دايز، وهو قايل لك في اليو اس بي يا اما في الروم تمبريتشر يا اما ريفريجريتد، يبقى الاثنين هستخدمهم ل 60 يوم، تمام؟ ده بالنسبه للاذا سايوبرين. عندي بعد كده الكابتوبريل. كابتوبريل كومباوندد اورال سسبنشن بيتحضر ب 0.75 ملي جرام بر ملي لتر، فبستخدم طبعا الكابوتين اقراص، في عندي من الكابوتين في كابوتين 25 كابوتين وكابوتين 50 اعتقد. فيعني ال 75 ملي جرام دول هاخدهم قرص 50 وقرص 25 ملي جرام، ويطحنوا تعمل لهم ويتنج بالفيكل فور اورال سسبنشن، وبعد كده اعمل اكمل بالفيكل فور اورال سوليوشن لحد ال 100 ملي. والكابتوبريل بيبقى البي اتش بتاعه من 3.8 ل 4.3. حته البي اتش دي مهمه جدا يا جماعه، حته البي اتش دي مهمه جدا زي ما قلنا. زي ما قلت لك لو لقيت المحلول بتاعك اقل من 3.8 يعني اسيدك عن المطلوب، استخدم صوديوم هيدروكسايد 10% محلول اللي انت بتحضره لحد ما ترفع بيه البي اتش للايه؟ للليفل اللي انت عايزه اللي هو من 3.8 ل 4.8. طب لو لقيته الكالاين يعني اعلى من ال 4.3 استخدم يا اما سيتريك اسيد سوليوشن يا اما 10% اتش سي ال، 10% اتش سي ال او 50% سيتريك اسيد، تمام؟ ده بالنسبه للكابتوبريل. الكابتوبريل البي او دي بتاعه 7 ايام ريفريجريتد، ده اللي منصوص عليه في اليو اس بي، يعني
زي ما شفتوا بيكستند البي او دي بناء على دراسات في الحاجات اللي فاتت في الكابتوبريل، هو عمل له ايه؟ قلل البي او دي بتاعه، بدل 14 يوم خلاه 7 ايام في التلاجة. تمام، مهم قوي. اخر حاجه معايا الاورسو دايول تابلت، انا اسف، الاورسو دايول كومباوندد اورال سسبنشن اللي هو الاورسو جول، وده بينقص كتير وبنضطر نحضره يا جماعه برضه عشان تبقى انت عارف. يعني كل الحاجات اللي فاتت دي بتطلب في الجماعه الكلينيكال فارماسيست اللي في المستشفى، احيانا بيطلبوها يا اما يحطها للراجل في النيزوجاستريك تيوب، الراجل الكبير او الادلت بيشنت يعني، او لطفل. الاورسو دايول بيطلب في الصيدليات لان الاورسو جول بينقص، وبالتالي بنضطر نحضر الايه الاورسو دايول. نفس القصه، بجيب الاورسو دايول، في عندك الاورسو فولك والحاجات دي كلها، بجيبه واجيب الكبسولات افضيها، اخد منها 5 جرام، احسب بقى اشوف التركيز الكبسوله عندي قد ايه، واشوف انا محتاج كام كبسوله، اشوف ال 5 جرام موجودين في كام كبسوله. بعد كده هعمل ويتنج بلاش يعني، شيل الجلستين عادي خلاص مفيش مشاكل، اعمل ويتنج بالفيكل فور اورال سسبنشن، وحط كميه الاورال سسبنشن بتاعك، وكمل لحد ايه؟ وكمل لحد 100 مللي بالاورال سويت. قبل ما نقفل يا جماعه، بس انا عايز اكد على نقطه مهمه قوي. اليو اس بي اللي هو النون ستيرويدال فارماكوبيا، لما بيجيب كومباوندد فورمولا زي كده بيقول لك استخدم كذا، بيقول لك استخدم كذا سواء كان الفيكل كذا، او بيقول لك اسماء تجاريه زي الاورا سويت والاورا بلس والكلام ده. لما يقول لي اورا سويت اورا بلس، الشركات دي اللي هي بريجو بتبقى عامله ستابيليتي ستادي للدراج او الكومباوند الدراج ده في الفورمولا دي عشان يكستند ل 90 يوم او 60 يوم. تمام، يعني هو بيكستند كده 30 يوم 60، بيعمل تجربه على ثلاث مراحل. وبالتالي ما انت مستخدم فيكل فور اول سسبنشن زي الاورا بلس، بس مش هو الاورا بلس، يعني هو زيه بيأدي نفس الفانكشن بس مش هو. وبالتالي ما تقدرش تحط الاكستند بي او دي اللي موجود في اليو اس بي لو هو مستخدم الايه الكوميرشال مانيفاكتشرد فيكل. دي نقطه مهمه قوي. لكن لو هو قايل لك فيكل فور اورال سسبنشن، يعني الفيكل بتاعه اللي هو قايل عليه في المونوجراف بتاع الفيكل فور اورال سسبنشن اللي احنا شرحناه، في الحاله دي اكستند براحتك مفيش اي مشاكل، يعني نحط البي او دي المطلوب. شكرا جزيلا يا شباب، لو حد عنده اي اسئله نبص عليها قبل ما نقفل. انا شايف مفيش اسئله يا جماعه. لا، الاكسيبيانت غالبا ما بتاثرش على الفورموليشن. دكتور احمد، دكتور احمد بيسال اي قرصه دكتور بطحن وبيبقى فيه اكسيبيانت؟ لا غالبا ما بتاثرش. اقيس البي اتش ازاي؟ اقيسه بالبي اتش ميتر يا جماعه، لازم في بي اتش ميتر وكاليبريت البي اتش ميتر عشان اعرف اقيس البي اتش. اضمن ازاي انها او اعمل لها ستريلايزيشن؟ ستريلايزيشن يا دكتور انا ما بحضرش، مبدئيا انا ما بحضرش حاجه سترايل. احنا الورك شوبس بتاعتنا كلها بتتكلم على نون سترايل فارماسيوتيكال بريبريشن. انت بتتكلمي ازاي ما يحصلهاش كونتامينيشن؟ وعلى فكره النون سترايل ما بتبقاش من اسمها، ما هياش نون سترايل، ولكن فيها certain microbial count، بشرط ان ما يبقاش فيها اي باثوجينيك اورجانيزم. تمام، اضمن ازاي بقى ان انا ما عملتش كونتامينيشن بباثوجينيك اورجانيزم؟ اول ورك شوب اتكلمنا فيها المكان يبقى ديديكيتد للتحضير، بعمل الكلام التفاصيل اللي احنا قلناها في الاول ديت، بنضف بشكل معين، الكلام ده كله. في
في بعض الدراجز يا دكتور احمد بيحتاج سلوبلايزيشن بالالكحول، انا ما اتكلمتش عنها، حاجه زي اللانوكسين مثلا او الديجوكسون بيحتاج تحضره في الكزير، بس ده حاجه يعني ممكن ما تبقاش سيف، تمام؟ وبالتالي انا ما اتكلمتش عنه، حاجات اللي بتحتاج سلوبلايزيشن بالكحول ديت. عموما الترند بتاع ان انا او قصه ان انا اعمل سلوبلايزيشن بالكحول ده غالبا ما بقاش موجود، يعني ما بقاش في حاجات كتير بتحتاج تعمل لها سلوبلايزيشن بقى. في نقطة مهمة قوي يا جماعة، الايزوسايوبرين اللي انا اسف الاميودارون، لو تفتكر البريبريشن بتاعته الاميودارون البريبريشن بتاعته كنت بتظبط البي اتش من 5.8 ل 6.8، دي كنت بتظبطها ازاي يا دكتور؟ تعملها ازاي؟ انك بتستخدم الصوديوم بايكارب 50% سوليوشن بتحطه على الفيهيكل فور اورال سسبنشن والفيهيكل فور اورال سوليوشن عشان ترفع البي اتش بتاعه الاراوند من 6 ل 7، ترفعهم في الاول بصوديوم بايكارب سوليوشن، ما انت مش هتوصل البي اتش بتاع الفيهيكل بتاعك اساسا من 4 ل 5، فانت مش مش الطبيعي الفورمولا زي ما هي كده من غير صوديوم بايكارب مش هتوصل للبي اتش رينج السبيسيفايد في الـ في الـ في المونوجراف اللي انت جايب منه التركيبه بتاعتك. طب عشان اظبطها اعمل ايه؟ لازم بستخدم الصوديوم بايكارب 50 ملي جرام برميل سوليوشن بحطه على الفيهيكل اللي انا هدوب فيه، سواء كان الاورا بلس او الاورا سويت، الاثنين بحطهم ارفع البي اتش من 6 ل 7، ولما اعملهم واضيفهم في الاخر على الفورمولا بتاعتي ابص الاقيها ظبطت من 5.8 ل 6.8. دي نقطه مهمه قوي كان لازم نقول عليها برضو. طيب هل لو انا في الاخر بدل ما استخدم الخطوه دي رحت ظابط بصوديوم هيدروكسيد في الاخر مفيش فيه اي مشكله عادي، يعني بدل ما استخدم الصوديوم بايكارب 50 ملي جرام برميل سوليوشن ديت شلتها ورحت محضر البريبريشن بتاعتي طلع البي اتش بتاعها من 4 ل 5 فرحت ظابط في الاخر بصوديوم هيدروكسيد البريبريشن من 5 البي اتش من 5.8 ل 6.8 مفيش فيه اي مشكله خالص، مفيش اي مشاكل خالص. كده حد عنده اي مشكله ثانيه؟ شكرا يا دكتوره منى. دكتور احمد بيسالني نفس الاسئله نفس السؤال بتاع الاكسيبيانت اللي موجوده في الفورميليشن، ما بتاثرش يا دكتور، انا عاملها سسبنشن ومن ضمن الحاجات اللي سسبندد الاكسيبيانت، ما تقلقش خالص. لماذا صوديوم بايكارب موجود؟ عشان يا دكتور ارفع البي اتش، ما صوديوم بايكارب ده الكلينايزر صح كده؟ عشان ارفع البي اتش انت طبيعي الفيهيكل بتاعك البي اتش بتاعك من 4 ل 5. الاورسودايول استخدامه الايه؟ استخدامه ال دي الاورسودايول ده بيقولوا عليه بايل سولت، بايل سولت، فبيستخدم للجول ستونز والكلام ده اللي هي حصوات المراره والكلام ده. بص يا دكتور احمد عباس بيسال بنستخدم الجليسترين في اخر التركيب، كل التركيبات اللي فيها اورا بلس ممكن ما استخدمش الجليسترين، اللي هو الفيهيكل فور اورال سسبنشن ممكن ما استخدمش الجليسترين عادي خالص، زي ما اتفقنا ان انا استخدم مكان اورا بلس، تمام؟ كل مره اللي بيكمل معانا للاخر بيقل شويه عن التاني، النهارده اللي مكمل معانا 30 واحد، يعني انا حاسس ان انا الاسبوع الجاي هكمل لوحدي. استخدام الادويه تضاف للبي دي اف ممكن يا دكتوره، بس هتاخد مني وقت. دكتوره ايه بتسال ان استخدام الدواء ده تضيفه للبي دي اف ممكن، بس هياخد مني وقت، فممكن ده يبقى يعني تدوري عليها انت وتشوفي يعني كل دواء ايه، حاجات معروفه يعني. انا مش عايز بس ااخر عليكم البي دي اف، انا يهمني موضوع الكومباوندنج نفسه. صوديوم بنزويت بيستخدم زي ما قلنا لبعض ال الميتابوليك ديسوردرز في النيونيت، ميتابوليك ديسوردر في البروتين ميتابوليزم في النيونيت بيبقى فيه مشكله، ايه هي بالظبط انا بصراحه مش عارفها يعني، بس هو الحالات اللي شفناها بيبقى فيه نسبه امونيا عاليه في الدم فبيستخدموا صوديوم بنزويت لان في بيقول لك في ميتابوليك ديسوردر.
شكرا جزيلا لكم يا شباب، سهرتكم معلش، يا رب يكون بس ال السيجن بتاعت النهارده مفيده ان شاء الله. شكرا جزيلا لكم، السلام عليكم.